مشاهدينا الأحباء، أهلا بيكم معانا في لقاء جديد مع نيافة الحبر الجديد الأنبا سرابي. كل سنة وحضراتكم طيبين. من أيام قليلة ابتدينا صوم الرسل. الحقيقة يعني الكنيسة بتعيشنا من فترة لفترة، بتنقلنا كده من عيد لعيد ومن طقس لطقس، بحيث نستمتع طول السنة بالكنيسة بتقدمه لنا على المائدة الجميلة بتاعتها. أهلا بنيافتك سيدنا، الحمد لله على السلامة. قبل ما نتكلم عن الرسل يا سيدنا، عايزين نطمن الأول من يفتك على الانتخابات كلها اللي بتجرى في مصر، يعني بما فيها الانتخابات بتاعت البابا والانتخابات بتاعت مصر برضو. مفيش مانع ان يفتك تطمننا على أحوال الناس هناك، ايه الأخبار؟ هو بالنسبة لانتخابات البابا الجديد، زي ما أعلن أنه في المجمع المقدس الاجتماع الأخير، كنا المجمع تلقى من لجنة الترشيحات قائمة اللي هم 17 اسم، فيهم 10 رهبان و7 من الآباء الأساقفة. والقائمة دي مش القائمة الأولية، لكن دي اللي ذكرنا أن باب الترشيح أغلق، وان دي الاسماء اللي وصلت لنا، وان احنا بنقوم بدراسه هذه الاسماء او الطلبات او التزكيات اللي وصلت. لكن القائمه الاوليه هتعلن لما ينتهي قيد الناخبين، لان زي ما ذكرنا قبل كده ان في عمليتين بيتموا متوازيتين. العمليه الاولانيه هي قبول التزكيات بالنسبه للمرشحين للمنصب البطريركي، وفي نفس الوقت في عملية موازية بتقوم بها لجنة أخرى اللي هي لجنة قيد الناخبين. مفروض لجنة قيد الناخبين دي بتسجل الناخبين، كان مفروض عمل هذه اللجنة ينتهي يوم 17 مايو، لكن هم طلبوا مد، فالمد اللي طلبوه لحد نهاية شهر يونيو تقريبا أو الشهر ده. بعد كده هيقدموا القائمة الأولية للناخبين. هذه القائمة هتعلن من هم الناخبون، ويسمح بالطعون في لو حد عنده أي اعتراض على أي اسم مسجل ضمن الناخبين. ثم تشجل لجنة أخرى يرأسها القائم مقام وفي عضوية أحد الآباء المطارنة أو الأساقفة، وعضو ثاني من أعضاء المجلس الملي. اللجنة الثلاثية دي هتقوم بفحص الطعون، ثم تعلن القائمة النهائية للناخبين. مع إعلان القائمة النهائية للناخبين هتعلن لجنة الترشيحات القائمة الأولية للمرشحين الأولية. أمال هي اللي أعلنت دي بتتسمى دي أعلنت دي مجرد إخبار للناس بمين اللي وصلت أوراقه، مين الأوراق اللي وصلت بعد إغلاق باب الترشيحات، بمعنى إنه مفيش اسم ممكن يضاف بعد كده. لكن ما نقدرش نسميها القائمة الأولية، لأن لو سميناها القائمة الأولية يبقى لازم نفتح باب الطعون، ولا يجوز فتح باب الطعون طالما القائمة النهائية للناخبين لم تنتهي بعد. فلذلك في لجنة الترشيحات أو لجنة الترشيح كنا بنناقش هل نعلن ولا لا نعلن، فاستقرنا على رأي أن بما أن الناس النهاردة بتتوقع وأسماء بتنشر بطرق متعددة، فمحتاجين برضو إلى رأي شبه إلى رأي رسمي عن مين هي الأسماء اللي جات. في نفس الوقت عشان ما نبقاش خالفنا اللائحة، انتهينا الى ان احنا نسمي ان احنا القرار اللي طلع انه اغلق باب الترشيحات، ودي الاسماء اللي وصلت لنا وجاري فحصها. لما يخلص يعني قيد الناخبين، لجنة الطعون في الناخبين تنتهي من عملها وتنشر القائمة النهائية للناخبين، يبقى لجنة الترشيح او الترشيحات هتعلن القائمة الأولية للمرشحين. يعني دي على امتى بقى؟ يعني حسب ما الطعون لو قلنا لو قلنا في يونيو، نهاية يونيو فعلا لجنة قيد الناخبين انتهت من عملها، ما طلبتش مد تاني. احنا عندنا اجتماع للمجمع المقدس يوم 4 يوليو، احتمال تطلب مد او احتمال تنتهي من عملها. فلو افترضنا انها انتهت من عملها، يبقى هتعلن هذه القائمة للناخبين، وهيفتح باب الطعون في الناخبين لمدة 15 يوم، يبقى بنتكلم على نص يوليو تقريبا. ثم تشكل اللجنة الطعون، فتنظر في الطعون. لو اديناها مثلا 15 يوم تنظر في هذه الطعون، فلو انتهت عملها يبقى احنا بنتكلم على نهاية يوليو. يبقى مع نهاية يوليو هتعلن القائمة الأولية للمرشحين.
ويفتح باب الطعون في المرشحين لمدة 15 يوم اللي هي برضو من الناخبين اللي اللي ناخبين، هم اللي حقهم لأنه مش يطعنوا يعني. لأنه الطعون لا تقدم إلا من الناخبين. احنا في لجنة الترشيحات اتفقنا على حاجتين، ان احنا بناخد رأي الناس عن طريقين، طريق الرسمي حسب اللائحة اللي هو الطعون، ودي ليها نظام يعني لازم اللي يقدم الطعن يقدمه للقائم مقام او اللجنة اللي هيشكلها القائم مقام لاستقبال الطعون، وتسجل في دفتر وتأخذ رقم، ويأخذ الشخص المقدم الطعن ورقة تثبت ان الطعن بتاعه استقبل او اخذ، ثم تعرض الطعون على لجنة الترشيحات. ده مصدر. في مصدر تاني بقى، ان لو حد من الشعب او مجموعات من الشعب كان لها رأي معين ممكن تبعته للقائم مقام، والقائم مقام ممكن يفحص هذه الآراء. لو حد من الشعب العادي يعني. اوكي. يبعت للقائم مقام اللي هو بنسميه احنا رأي الناس. يعني احنا في لجنة الترشيحات قلنا بالإضافة إلى الطعون في الطريقة الرسمية ان احنا برضو لا نتجاهل رأي الناس، بس طبعا رأي الناس ده هيبقى مجال واسع ومجال متكرر، فتركنا للقائم مقام في حكمته التصرف ما يراه ما يصله يرى انه يستحق ان يعلن على لجنة الترشيحات ممكن يعرض، ما يرى انه هو مكرر او لا يستحق العرض خلاص يبقى ما بيعرضوش. بالإضافة إلى أن كل عضو في لجنة الترشيحات سواء من الآباء المطاغنة وسقفة أو من أعضاء المجلس الملي، لو هو ليه رأي أو سمع رأي أو ناس طلبت منه أن هو ينقل رأي ممكن هو ينقل رأي لجنة الترشيحات اللي هي لجنة ال 18. لا، لجنة 18 زائد القائم مقام. زائد القائم. طب بالمناسبة دي سيدنا، يعني بما إن لسه حتى من القائمة الأولانية ما اتنشرتش ولسه باب الطعون ما اتفتحش. الأولية. يعني احنا بنشوف كل شويه اخبار تتنشر مش عارفه مين قدم طعن بينما لسه اصلا باب الطعون ما اتفتحش، بلس كمان يعني نيافتك بتقول اللي عنده حاجه هيقدمها للقائم مقام. الملاحظ ان الحقيقه اللي عنده حاجه او اللي عنده راي مش بيروح ويكتفي بس انه يقدمه للقائم مقام، لا ده بينشره في الصحف او بيصل بطريق او باخر، يعني مفيش حاجه بتستخبى بتصل للصحف وبتتنشر للناس، ودي اكتر حاجه الحقيقه بتسبب قلق وبلبله في وسط الناس، يعني الكلام اللي بيتنشر ده صح الكلام ده غلط، يعني عملي كل شويه نقرا حاجه بتتنشر عن حد يعني، فايه بقى صحتها وايه؟ هو طبعا احنا ما نقدر يعني ننصح بعدم النشر بالذات الامور اللي بتتعلق بامور شخصيه، يعني ان كان من ناحيه المبادئ العامه طبعا حق الناس تقول رايها من ناحيه المبادئ العامه، يعني مثلا من ناحيه قانون الكنيسه بخصوص ترشيح الاباء المطاغنه او الاساقفه، ده موضوع احنا كأبوشيت لوس انجلوس قلنا راينا كراي من ناحيه قانون الكنيسه. من حق ناس ثانيه تقول راي مماثل او مخالف فيما يتعلق بالمبادئ العامه وقوانين الكنيسه. اما الامور الشخصيه بقى لما تتعرض بقى لمرشح في امور شخصيه، هنا بقى ده اللي احنا نفضل ان هذه الامور بدل ما تحدث بلبله في وسط الناس ان بتقدم للجهه الكنسيه اللي هو القائم مقام، او لو كان هيقدم كطعن بطريقه رسميه يبقى يمشي في الطريق الرسمي اللي حددته اللائحه من جهه الطعون، وفي التزام من جهه لجنه الترشيحات ان اي طعن يصلها بتفحصه، يعني الطعون اللي بتوصل بطريقه رسميه بنحافظ على السريه بتاعتها يعني لا تعلن هذه الطعون، لكن في نفس الوقت بنفحصها فحص كامل، وممكن يعني الشخص اللي مقدم ضده الطعن ممكن برضه نطلب منه يقول رايه لو احتاجنا ان احنا ناخد رايه، يبقى عارف ايه الكلام اللي اتقال ويقدر ان هو يدافع عن نفسه ضد هذه الطعون في امام لجنه الترشيحات. وفي الاخر اللجنه بتاخد القرار. طبعا برضو عايز اقول انه القرار اللي هيعلن للناس عشان الناس برضو ما تبقاش عندها توقعات، يعني اللجنه لن تعلن ما هي الطعون التي وصلت ولم تعلن من قدم فيه طعون، ولن تعلن طبعا فحوى هذه الطعون، ولن تعلن قرارات بخصوص مين اللي الطعون طلعت مظبوطة ومين الطعون طلعت كاذبة أو غير حقيقية. لكن القرار اللي هيطلع بالنسبة للناس هو قائمة نهائية. القائمة النهائية دي هتكون من 5 لـ7،
بدون ابداء اسباب، يعني بدون ما هتقول مثلا ليه اخترنا الخمسه دول، لكن في معايير اللجنه بتحطها، ممكن المعايير تبقى معروفه للناس ما هي المعايير، لكن يعني لم يذكر مثلا طب ليه الاسم ده اتشال، لان ممكن يكون الاسم ده اتشال بسبب الطعون، او ممكن بدون ليس بدون بسبب الطعون، لان مثلا لو افترضنا ان ال 17 اسم دول نجوا كلهم من الطعون، يعني الطعون اللي لم تقدم ضدهم طعون، او قدمت طعون وسبب ان وثبت ان هذه الطعون يعني ليست حقيقيه او تستحق ان الاسم يرفع، لو افترضنا جدلا يعني لكن لازم احنا حسب اللائحة لازم هنوصل من 5 لـ 7 يعني 10 اسماء هيتشال او 12 اسم هيتشال. يبقى اذا احنا في وضع لابد ان هو يكون، فليس معنى ان اسم لم يظهر انه لم يظهر بسبب الطعون. بالاضافة ايضا الى ان باب التنازل او مفتوح، يعني لو اي شخص عايز ينسحب من ال 17 اسم من حقه ان هو ينسحب. احنا حددنا مده لحد الاسبوع ما قبل الاسبوع ما قبل اعلان القائمه النهائيه. يعني اي شخص من الاسم ذكر الان من حقه ان هو ينسحب. هو اللي حصل احنا في البدايه لم نركز على ان يكون هناك موافقه من المرشح. على اساس الناس اللي بترشحهم مش هو بيرشح نفسه. لكن لما حصل بقى ان في مرشحين بيقدموا وبعدين هم بيعلنوا لا احنا متنازلين، فبقت الناس مش عارفه يعني هل هو موافق ولا مش موافق. فمن هنا طلب من لجنه سكرتاريه لجنه الترشيحات، طلبت انه عشان نتفادى هذه البلبله او الناس تبقى عارفه، انه كل مرشح يعني قبل ما نعلن الاسماء دي انه يعلنوا بالظبط موقفهم ايه. ليه؟ لان لو في شخص هو مش ناوي يبقى هو الاسماء اللي مضوله السته اللي مضوله ممكن يمضوا لحد تاني بالظبط، لانه كل واحد ليه يمضي الاثنين، فممكن يكون واحد مثلا مضي له عدد من الاباء الاساقفه، فبما ان هم وقعوا له كتزكيه وهو اصلا يعني رافض، هتبقى الاسماء اللي وقعت دي معطله. طبعا. كان ممكن مثلا هم يمضوا لحد تاني لو كان يقتنعوا بشخص اخر ان هم يرشحوا. فعشان كده كان طلب برضو ان قبل ما تعلن هذه القائمه ان نتاكد ان كل اسم جه هو شخصيا موافق على هذه التزكيات، موافق الجمع. لكن اعطيت له الفرصه ان ممكن لو غير رايه أو شاف إن في ظروف تتطلب منه إن هو يعني يطلب إعفائه من هذه الترشيحات، إن ممكن يقوم بهذا العمل لحد قبل ما نقدم القائمة النهائية. لكن كنسيا ممكن الشخص ينسحب في أي وقت. يعني ده من ناحية اللائحة والقانون لكن عمليا افرض مثلا إحنا جينا واحد في شهر 8 في شهر 9 واحد قال لا انا مش يعني قبل بعد الانتخابات مثلا اسمه طلع وقال لا انا مش هكمل مثلا، يعني انا اعتقد يعني من ناحيه ما فيش واحد هيفرض عليه، حتى اللي كانوا بيقيدوهم ويجيبوهم كانوا قبل ما بيقسموهم لازم يوافق، يعني مش معقول حد هيقسموه غصب عنه، يجيبوه غصب عنه لكن وقت الرسامه لازم يبقى في قبول، لان ده واحد بيقدم نفسه للخدمه، فلازم يبقى في عنصر رغبه في الخدمه، زي ما سيد المسيح كان بيدعو الرسل كان بيدعوهم لكن هم بيستجيبوا، ما خدش واحد غصب عنه. بالظبط يعني هو سيدنا يعني بس انا نفسي حتى يعني نيافتك توجه كلمه، لان انا احساسي ان احنا ابتدينا شويه ناخد حته كده من صوره الثوره، يعني ابتدى مثلا اللي عنده اعتراض او اللي عنده شايف رؤيه معينه تجاه حد معين
احيانا الموضوع بيتقلب لموضوع شخصي مش للصالح العام او للاطار العام، فاحيانا بتتدخل العلاقات الشخصيه والمصالح الشخصيه او الخلافات الشخصيه. فاللي له خلافات مع حد بيحاول دلوقتي ان هو يشوه صوره ما او يطلع كلام معين وينشره. يعني انا يعني عايزه افرق من ازاي حد يكون غيران على الكنيسه وغيران على مين اللي هيوصل ويبقى هو على الكرسي المرقوصي، وفي نفس الوقت هو اللي كانه بيهدم في صوره الكنيسه قدام المجتمع وقدام الناس. لدرجه مثلا يعني انا يمكن قريت النهارده حاجه ناس بتطالب ان لا يكون في تفتيش من الدوله على الامور الماليه في الكنيسه وهكذا. يعني ازاي حد يكون غيران على الكنيسه وغيران على الكرسي البابوي وفي نفس الوقت هو بيهدم بايديه؟ يعني هو نمرة واحد، أولا مفروض إن احنا نفتكر هو الانتخابات دي تتعلق بإيه؟ ده تتعلق بمنصب البطريرك. وما هو منصب البطريرك؟ ده أولا ده منصب ديني له قدسيته، مش بنتكلم مثلا على منصب دنيوي الناس بتتصارع عليه. تاني حاجة إنه الكنيسة لها إله بيحميها، احنا كصح كبشر بنقوم بمسؤوليتنا، لكن في الآخر احنا مسؤوليتنا محدودة. يعني ما ننساش برضو إنه الله له رأي وله اختيار، وهو اللي بيحمي هذا الكرسي. والآباء 117 أب اللي جلسوا على هذا الكرسي يصلون لأجل هذا الكرسي، إنه الذي يجلس عليه يكون شخص يستحق هذه المسؤولية، أو إن الله يريده في هذه المسؤولية. فما ننساش الحتة دي، يعني في حماسنا أو غيرتنا إنسان ما يعتبرش نفسه أنا اللي مسؤول، لا، ربنا مسؤول. في نفس الوقت المحبين للمرشحين أيضا ما ينسوش إنه إحنا مش بنتنافس على منصب دنيوي وعاملين حملة ونلجأ لأي أساليب علشان خاطر المرشح بتاعنا ينجح. يعني إحنا في الآخر بنقول إنه الله يختار أو الله يسمح، لكن في الآخر الله له الكلمة النهائية، سواء جاءت بإرادته أو بسماحه، لكن هو في الآخر صاحب الكلمة النهائية في هذا الموضوع. فهذا الإيمان يجعلنا أن نحط لنفسنا حدود، فما نلجأش لأساليب إحنا أساليب غير روحية عشان خاطر نصل إلى هذا الهدف. لأن ممكن إنسان يخطط ويعمل، لكن لو دي مش إرادة ربنا أو سماح ربنا ان الامر ده ما يحصلش. فبرضه في حاجه تانية، انه في فرق بين ان الانسان يتكلم على مبادئ ويدافع عنها بغض النظر عن الاشخاص، وان الموضوع شخصا يعني نكيف في المبدا. يعني انا بقول المبدا ده عشان انا مش عايز فلان، او انا بقول كده عشان انا عايز فلان. هنا بقى خرجنا من الموضوعيه الى الناحيه الشخصيه، ودي عدم امانه. إنسان عنده مبدأ يتكلم عنه بغض النظر عن مين هو الشخص. أما من جهة رأيه الشخصي ففي وسائل قانونية محطوطة، يعني من حقه لو كان عايز، لو كان مثلا ضمن الناخبين، أولا من حقه يقدم طعن، من حقه هيقول صوته يختار، فهو له حق الاختيار ما بين الأشخاص. إن ما كانش ضمن الناخبين يوجد من يمثله، ممكن ينقل صوته لي أو ينقل صوته للمسؤول عنه أو للمسؤول في الكنيسة، سواء القائم مقام أو لجنة الترشيحات أو وهكذا. فإذا في قنوات جوه الكنيسة تسمح لإبداء الرأي. فاللجوء بقى لو كان الإنسان يقصد هو التشويه بقى أو التشويش أو التهديد، كل دي حاجات مش هتفيد في هذا العمل، يعني لن تفيد في صالح الكنيسة. وبعدين برضو لازم نبص للنتائج اللي بعد كده، احنا مش بس نبص يعني انه خلاص احنا اخترنا او جاء الاب البطريرك، لكن هذا الاب البطريرك لو جاء مشوه او في شكوك في قانونيته فكيف يعمل؟ لذلك أنا أنادي دايما ليس المهم هو من يأتي، لكن كيف يأتي. إزاي إن احنا نقود كلنا، سواء القيادة الكنسية أو اللي وقع عليهم مسؤوليات خاصة في عملية اختيار الأب البطريرك زي القائم مقام واللجان،
المتعددة، أو إحنا كشعب إزاي كلنا نتعاون مع بعض إنه هذه العملية لاختيار الأب البطريرك تكون عملية تليق بالمنصب وتكون حسب المبادئ المسيحية اللي احنا متمسكين بها وحسب تقاليد وقوانين الكنيسة بتاعتنا، بحيث إن احنا مهما كانت الأسباب إن احنا لا نحيد عنها، لأن لو حدنا عنها ممكن ربنا يغضب عننا. ولو ربنا غضب عننا ممكن يسمح لنا بحاجات ما تكونش هي إرادته فيها. فكل ما نبقى بنتقدم إليه بنقوة قلب وبنية صالحة وبخضوع لقوانين الكنيسة، كل ما إحنا ربنا بيختار لنا ما يريده هو مش ما يسمح به هو. فلذلك الطريقة اللي إحنا نتعامل بها مع هذا الأمر مهمة جدا. لذلك أنا أطلب من كل الشعب إنه يقدر أهمية الصلاة في هذا الموقف. الصلاة وإحنا دلوقتي فترة الصوم والغسل، فأنا بقول إن إحنا يعني الشعب كتير من الناس بالنسبة لهم صوم الغسل ده يعني اختياري أو يضحكوا ويقولوا ده للأسيس ومراته والكلام اللي زي كده، لكن إحنا في مرحلة حرجة حاليا، يعني اللي مش بيصوم يصوم. فأتمنى يعني أتمنى من كل الشعب إنه إحنا نخصص هذا الصوم، صوم الغسل وهو صوم الخدمة، نخصص هذا الصوم، نرفع قلوبنا بالصلاة والصوم. وذات إن إحنا في كل قداس الكنيسة حطت الأوشية خاصة في فترة خلو الكرسي أن نطلب نياحة النياحة لنفس أبينا مثلث رحمات البابا الأنبا شنودة الثالث، ونطلب أن يقيم لنا الله راعيا صالحا يرعى الكنيسة بالطهارة والعدل. فهذه الطلبة اللي بنقدمها في كل قداس يريد أيضا تكون دي طلبتنا أيضا في صلواتنا الخاصة، وندي برضو مساحة ضخمة يعني مساحة هامة جدا باقتناع كامل بأهمية الصلاة والصوم في أن يتحنن الله علينا ويختار لنا الشخص الذي هو حسب قلبه الذي يرعى الكنيسة، وخاصة أن كل الظواهر بتشير أن احنا مقبلين على فترة صعبة طبعا. يعني الظروف كل ناحية يعني. الظروف اللي بتحيط بينا بتشير إلى أن احنا مقبلين على فترة صعبة. فالمهم أنه إزاي رضا ربنا علينا وأنه فعلا يكون اختياره هو مش فكرنا احنا البشر. فلذلك أنا بشعر أن أهم حاجة دلوقتي في الفترة دي هي الصمت. الصمت مش الصمت بسموه الصمت الانتخابي، كان في أيام انتخابي الصمت النسكي، الصمت النسكي لكي ما يتكلم الله. فزي ما كان تنيح البابا شنودة في المواقف الصعبة كان يقول أنه إن احنا نصمت لكي ما يتكلم الله. فكل ما احنا نقلل الكلام الكتير بالذات الكلام يعني الغير بناء، الغير بناء ده مش هيفيد في حاجة، لكن الصلاة لها فعالية كثيرة كبيرة. وبالذات زي ما بقول احنا بنتكلم على منصب مقدس، مش بنتكلم مثلا على حاجة عالمية، ولا ده بنتكلم على حاجة لها قدسيتها. الاقتراب لها بدون استحقاق بتضر الشخص. يعني أنا نفسي سيدنا يعني هي حاجة نافعة لينا في كل أمور حياتنا، الفصل بين حتى كمان الخلافات الشخصية وبين ما هو يعني مفيد للجمع يعني أو يعني للمجموع الكلي بتاع الكنيسة، إن الواحد يفصل. لأن يعني ممكن الواحد يسمع أحيانا تعليقات، لا مش عارفة مين مترشح ده كذا، لا ده كذا. يعني أحيانا بيكون كل واحد مثلا له خبرة شخصية مع حد، فخلاص هو حط صورة، رسم صورة كاملة بناء عن خبرته الشخصية دي، ممكن في سبيل الصورة دي يهدم بقيت كل حاجة. هو الرأي الشخصي متاح، يعني رأي في عملية انتخابات، فلو الشخص ده من ضمن الناخبين فلو عليه حق. احنا مثلا هنا في أوبوشيت لوس أنجلوس قلنا هنعمل استطلاع رأي للشعب بس بعد ما تنزل القائمة النهائية، فاحنا بنسمح للرأي الشخصي يعني وبنحترم الرأي الشخصي. فإذا بدلما في قناة للواحد يبدي رأيه الشخصي
يبقى يمشي في القنوات اللي هي اللي حطتها الكنيسه في ابداء الراي الشخصي. يعني انا ما برفضش الراي الشخصي، لان في الاخر في اسماء هتنزل، في واحد بيميل للاسم ده، واحد بيميل للاسم الاخر، واحد شايف ان ده اللي يصلح، واحد شايف ان ده اللي يصلح. يعني في اختيار شخصي مسموح به للشعب ان هو يقوله، وده ليس خطا. وطبعا كل واحد بيقول رايه بناء على معلوماته وعلى خبرته. ما فيش مثلا واحد، هي المهم يكون في خبره بس عشان يعني في الاخر ممكن الشخص يقول رايه برضه. مثلا يعرف فلان بيجتاح مثلا للانبا فلان، بيجتاح للراهب الفلاني، من حقه يقول كده. ما هو الا طب ليه بنعمل احنا مثلا مجموعه بتنتخب؟ يعني انت تلاحظ في المرحله دي في ثلاث مراحل مهمين. المرحله الاوليه بتاعت لجنه الترشيحات اللي اعطتها اللائحه الحق انها تصفي المرشحين الى عدد معين من 5 لـ7، وبعدين في مرحله ثانيه اعطتها لشعب ممثلين للشعب، صحيح مش كل الشعب مندوبين، واحنا بنحاول ان احنا نزود دي كتجربه هنا. وبعدين ادت بعد كده مرحله اخرى ان الله يختار من الثلاثه اللي احنا يعني اللي احنا اخترناهم. ففي ثلاث مراحل مهمين بتمر بهم العمليه بالنسبه للمرشحين. لو العمليه دي تمت بتجرد وبحياديه وبقلوب نقيه فعلا تطلب خير الكنيسه، في الاخر اختيار الله هيكون اختيار مبهج لكل الناس. لكن لو العمليه دي ما تمتش بهذه الصوره، ممكن نجد موقف ان ربنا بيعطينا حسب قلبنا، وده اللي احنا مش عايزين. بلاش بلاش حسب قلبنا. ان شاء الله يعني ربنا يدبرها ويكمل للاخر. من اجمل الحاجات اللي شفتها الفتره اللي فاتت دي هي كانت عن انتخابات الرئاسه، بس يعني كانت صوره حلوه، يعني صوره جايبين صوره لربنا يسوع المسيح له المجد واقف بيدلي بصوته يعني في صندوق الانتخابات. فاحنا مستنيين في الاخر برضو صوت ربنا هو اللي يكمل العمليه كلها. طب خلينا سيدنا اخبار مصر. يعني دي اخبار الكرسي اخبار مصر طبعا يعني. الانتخابات اعتقد كل الناس بتتابعها، لكن انا بس هتكلم على موقف الكنيسه ده اللي يهمني. يعني لما اصير في الاخر بالذات على موضوع ان الكنيسه بتميل لترشيح حد معين او لا، انا يعني بدون حتى الدخول في تفاصيلها زياده، بس يعني هل الكنيسه فعلا اجبرت الناس على حاجه طريق معين، او هي الكنيسه اصلا بقى ليها عندها السلطان انها تجبر حد؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه مش عارفه ليه دايما بنتهم ان احنا عايزين نرجع النظام السابق، وكأن احنا كنا واخدين كل حقوقنا ايام النظام السابق. يعني ايه موقف هو طبعا الكنيسه لها تأثير على الناس، يعني ما اقدرش اقول ان مثلا الكنيسه فقدت تأثيرها على الناس، لا، بس بلا اجبار يعني. الكنيسه لها تأثير قوي على الناس، لكن الكنيسه اختارت لصالح الاقباط ولصالح البلد اختار، ولان هو ده الخط الصح كنسيا، لان السيد المسيح فصل ما بين السلطه الكنسيه وبين السلطه المدنيه، اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فالكنيسه لما خدت موقف ان هي تتكلم على المبادئ من منطلق الوطني ليها دون ان تتدخل في العمليه السياسيه، فهذا العمل هذا الموقف الكنسي ليس موقف اخذته الكنيسه من منطلق انها فقدت تأثيرها على الناس، أو لأن هي يعني بتريد أن تتخلى عن مسؤوليتها نحو الشعب وتترك الشعب فريسة لما يحدث، لكن أخذته من منطلق، أول حاجة من منطلق كنسي لاهوتي، أنه ما هو الدور كما حدده السيد المسيح كما ذكرت، سواء في موقف مع أعطوما لقيصر أو في موقف مثلا مع المرأة اللي أمسكت في زاد الفعل، أنه فصل ما بين الحكم الديني اللي كان موجود أنه ترجم إلى الحكم الروحي من جهة توبة الإنسانة، لكن ممكن المجتمع يضع له أحكامه. فمن هذا المنطلق احنا بنقول أن الكنيسة ليس لها دور سياسي وليس لها أن تتدخل في السياسة لأن ليس عملها، لكن الكنيسة لها دور وطني، دور وطني كمؤسسة وطنية
يهمها صالح الوطن اللي موجوده فيه. بمعنى يعني بنتكلم بنتكلم على الكنيسه في مصر هنا، بنتكلم على الكنيسه في مصر، وهنا نفس الكلام بنقول على نفسنا هنا. احنا لينا دور وطني في المجتمع الامريكي نساهم فيه، صح احنا يعني عدد صغير قوي لكن المفروض يكون لينا دور وطني. لكن اتكلم على مصر دلوقتي. فمصر، فالكنيسه في مصر طبعا كنيسه مؤسسه مواليها 2000 سنه موجوده في المجتمع المصري، لها دور وطني، فهي ممكن ان تعلن ما هو في صالح الوطن. فهي اعلنت ان احنا نرى من المنطلق الوطني ان في صالح مصر في هذه المرحله المتغيره ان تقام فيها دوله مدنيه، دوله المواطنه، دوله الحقوق المتساويه للكل بدون التفرقة بين مواطن أو مواطن بسبب الدين أو بأي سبب آخر. فده المبدأ اللي احنا بنقوله وبنكرره وبننادي به ونسعى إليه. أما من جهة بقى الأحزاب والمرشحين اللي بيسعوا إلى أن يحققوا دولة المواطنة، فبيختلف كل واحد من برنامج لبرنامج. طبعا. كل واحد ده بيشايف ان انا بحققها بالزاويه دي، التاني بيشايفها بالزاويه دي، التاني بالزاويه دي. فهنا دي بقى احنا بنترك هذا الامر للدخول، نترك هذا الامر لابناء الكنيسه اللي هم جزء من الوطن وجزء من الشعب ان لهم اختياراتهم. في نفس الوقت بنشجع الأقباط إن هم يكون لهم دور في العملية السياسية، مفيش مقاطعة، ويكون هناك قيادات سواء من خلال الأحزاب أو من خلال المنظمات اللي بتطلع اللي تساعد الشعب في فهم العملية السياسية. تمام. زي ما بنعمل هنا مثلا بيبقى في مجموعات بتشرح للناس الانتخابات الأمريكية ومن هم المرشحين. دول ناس مخلصين للوطن، مخلصين للكنيسة، لكن مش الكنيسة. يعني الكنيسة مش ده مش دور، ده مش الدور بتاعها. لكن الكنيسة هنا لو تكلمنا على يعني رجال الدين، لكن الكنيسة هنا تشمل الشعب، كل واحد عضو هو عضو في الكنيسة. فمع الوقت لو العملية الديمقراطية في مصر مشيت يعني استمرت هتطلع قيادات. يعني احنا برضو ما ننساش ان البلد بتنتقل من مرحلة كانت موضوع الانتخابات والحاجات دي كانت يعني شكلية والناس ما كانتش مقتنعة بيها، إلى مرحلة مثلا بيبقى في انتخابات رئاسية وفي مرشحين وبيقولوا لكم حتى بيصوروا في لجنة العد إزاي بيعدوا الورق. يعني دي حاجات جديدة ما حصلتش. يعني مصر مثلا كانت من أيام مينا موحد القطرين لحد النهاردة ما حصلش في انتخابات رئاسية بهذه الصورة. فأكيد إن عملية زي كده لسه الشعب هيتعود عليها ومش عارف هي هتستمر ولا دي يعني مرحلة استثنائية، الله أعلم. لكن إحنا كموقفنا ككنيسة ده موقفنا إن طالما في عملية انتخابية حقيقية فإحنا زي ما قال نيافة الأنبا بنقف على مسافة متساوية من جميع المرشحين، وأي مرشح بيطلب لقاء مع القيادة الكنيسية بنرحب بيه، ما بنقولش لا احنا هنستقبل فلان ما نستقبلش فلان، لكن ده لا يعني شيء اكتر من استقبال هذا الشخص. وفي نفس الوقت احنا بنثق في شعبنا، يعني في ثقه في الشعب انه الشعب له القدره ان يميز ويفرز ويعرف من هو المرشح الصالح ويعرف ما هو الكلام اللي فيه نوع من الصدق وما هو الكلام اللي فيه نوع من الخداع. يعني انا ما ببصش لشعبنا انه محتاج ان انا اقول له، بل بالعكس هو يمكن يعرف اكتر مني لان هو اللي بيتعامل في المجتمع وفي قيادات موجوده وسط الاقباط من العلمانيين ليهم خبره وليهم معرفه وليهم يعني خبره سياسيه، وبكره هتطلع قيادات سياسيه كتيره تقدر ان هي تساعد فيما هو في صالح الوطن. انا بس سيدنا عايزه ان يفتك تشرح لنا يعني ايه كنيسه بتقف على مسافه واحده من الاثنين، علشان بس لالا يعني حد يعني معناها ان الكنيسه مش بتوجه الشعب لحد من الاثنين، ولا معناها ان الكنيسه موافقه على البرنامجين او يعني لا الكنيسه انا بتكلم هنا ككنيسه ككنيسه يعني رجال رجال. انا ما اقدرش اقول بقول المبادئ وبترك للشعب الاختيار، لكن ده مش معناها ان انا بقول موافق انا موافق على الاثنين مثلا.
لكن أنا بترك للشعب الاختيار، لكن ما باخدش ككنيسة. في فرق بين الكنيسة ككنيسة كمؤسسة، يعني لو استخدمنا كلمة مؤسسة دي، يعني ما يجيش مثلا مجمع المقدس مثلا كأعلى سلطة في الكنيسة يعلن ترشيح فلان ويعلن مثلا. مثلا إن هو يدعم المرشح الفلاني، تمام. لكن ما فيش مانع مثلا إن في يعني هيئات قبطية يكون لها رأي بالنسبة للمرشحين، وده اللي حصل يعني. لكن ده مش معناها إن أنا ككنيسة ملياش رأي، أنا ليا رأي وطني بيتكلم ما هو في صالح المجتمع. ومش معناها مثلا لو في ظلم بيقع على أبناء الكنيسة بنقول اه احنا مالنا، احنا ده موضوع ما يخصناش. لا، الكنيسة مسؤولة، مسؤولة إنها تقف تدافع عن الحق وتقف أمام الظلم. فأي حاكم ظالم أو أي برنامج ظالم الكنيسة بتقف ضده، لأنه برنامج ظالم بيعمل نوع من التفرقة. فلينا دور إن احنا نقف ندافع عن الحق. تقف ضده ازاي برضو عشان الناس تفهم؟ بالرأي، بالرأي. الكنيسة ممكن تعبر عن رأيها، بتعبر عن رأيها في المواقف، زي مثلا في موضوع الكشح مثلا كان الكنيسة ليها رأي والبابا كان له رأي، وفي الآخر لما لقي إن النظام القضائي يعني حصل ما حصل فيه، قال إن احنا نستأنف الأمر إلى الله. لكن مشيت الكنيسة وساعدت وكان ليها موقف إنها بتدافع عن حقوق هؤلاء الناس من خلال القنوات القانونية اللي كانت موجودة في الوقت ده، وهكذا. برضه لما حصل ماسبيرو نفس الكلام. فالكنيسة مفروض إن هي تدافع، لأن إنه دي مسؤولية. يعني ما أقولش إن الكنيسة يعني مسؤوليتها الروحية، يعني نتكلم بس على مواضيع روحية. أنا يعني عايز أفرق برضه ما بين مسؤولية الكنيسة نحو أبناء الكنيسة، هي مسؤولية متكاملة. وفي فرق بين إن أنا بخش في العملية السياسية، فالدفاع عن الحق ده مش لازم من خلال العملية السياسية بس. نفس الكنيسة لها ثقل في المجتمع لما تقول رأي، الرأي ده له ثقله، لأن مين اللي بتقوله؟ بتقوله الكنيسة. انا نفسي نيافتك برضو، معلش كتعليق اخير برضو طبعا الاحداث دي، يعني انا حاسه ان احنا محتاجين شويه، يعني في اصوات كتير بتطالب بتطهير القضاء. انا مش هتكلم عن القضاء لان برنامجنا مش سياسي، بس يعني انا حاسه ان احنا في حته في ضمائرنا هي محتاجه تطهير، يعني لان حتى اللي بينادوا بالعدل واللي سايرين على احكام القضاء هم في نفس الوقت ما صاروش مثلا على حكم قضائي كان لسه طالع من قبلها بفترة بسيطة على 12 أقباط خدوا مؤبد مثلا، فمحدش صار قوي ومحدش هاج قوي زي ما الناس صارت على الأحكام الأخيرة يعني. فأنا برضو حاسة إن إحنا بنطالب أحيانا بتطهير خارجي، وإحنا برضو ما زال عندنا جوانا حاجة محتاجة تطهير، يعني الكيل بمكيالين، أو الناس اللي بتحكم أو بتطالب بتطهير قضائي عشان موقف، لكن قبله موقف تاني على طول يكون حاصل في ظلم برضو، في إحساس بقهر محدش برضو اتكلم أو محدش قال حاجة. يعني يفتك كلنا إزاي نطهر ضمائرنا دي قبل ما نطالب بتطهير حاجة يعني. بص، هو في مشكلة، يعني طبعا القضاء له استقلاليته، لكن أيضا الناس لها عقول بتفكر. ففي ساعات أحكام فعلا الناس بتستغرب من الأحكام دي. فعايز شرح، ممكن يكون القاضي، ما هو أصل القاضي ده بيحكم حسب ما بيقدم ليه من أدلة، فممكن يكون العيب مش في القاضي، العيب في اللي قدم له الأدلة. وبعدين لو مثلا ناس ما تعرفش التفاصيل دي بتصوغ حسب الحكم. الموضوع محتاج إلى شرح للناس وطمأنة الناس، لأنه آراء كتيرة بتيجي في الموضوع، ساعات يخلط مع أمور سياسية زي ما حصل كده. مثلا جت الناس زعلانة عن نتائج الانتخابات، ففي ناس صدمت بنتيجة الانتخابات، إن العادة هتكون بين اتنين مرشحين هم مش عاجبهم لا ده ولا ده، فما لقيوش الحجة اللي كانت موجودة دايما انه اتزورت الانتخابات، لقيوا ما تزور مش عارفين يلاقوا حاجة في حكاية التزوير دي، فطلعوا احتجاج على العملية الانتخابية ككل.
في نفس الوقت كان قبليها بيقولوا لا ده مش هتتعمل انتخابات والمجلس العسكري مش عارف عايز يقعد في السلطة. طيب دلوقتي عملوا الانتخابات، طب مش عاجبكم نتيجة الانتخابات؟ طب وهل اللي بيقولوا دول يعبروا مثلا عن رأي كام واحد من الشعب؟ فدخلت وبعدين جت الأحكام القضائية دي، فطبعا يعني أثارت استغراب بعض الناس، يعني طب إزاي مثلا يعني يتحكم على الرئيس ووزير الداخلية، طب والمساعدين يطلعوا براءة، يعني طب إزاي مثلا؟ فتساؤلات. طبعا أكيد القاضي يعني له أسبابه، ولسه الناس ما سمعتش الحيثيات بتاعت الأحكام دي، يعني الناس ده ولسه هم قاعدين في المحكمة، دوبك خلصت الجلسة الناس بدأت تقول نطالب بتطهير القضاء. طبعا لسه ما شفتوش إيه الأسباب. يعني أنا مش بدافع على الحكم ولا ما بدافعش على الحكم، لأن أنا ما أقدرش، لكن أنا بقول إنه في حاجات بتخلي الناس تتساءل، محتاجة مثلا لشرح الناس. وفي نفس الوقت في حاجات في ناس تخلط ما بين أسباب سياسية، يعني مثلا لما نزلوا في الميدان المرشحين اللي ما نجحوش، طب ما دلوقتي معروف، طب لو هم مش موافقين على عمليه الانتخابات من الاول، طب ما كانوا رفضوها من الاول، كانوا رفضوا ان هم يشتركوا في الانتخابات ويصروا على ان يكون دستور وان يكون في مجلس رئاسي. طب انتوا قبلتوا انكم تمشوا في الانتخابات وما نجحتوش، طب ازاي انا برفض عمليه انا كنت طرف فيها مشارك فيها؟ ففي يعني بعض النقط اللي زي كده، ان برضو الناس تفكر انه طب ايه البدائل؟ يعني هل احنا عايزين مثلا بلد تحكم من الميدان؟ يعني يبقى الميدان، ما هو يقول لك شرعيه الميدان. طب يعني ايه شرعيه الميدان؟ يعني مجموعه تتجمع في الميدان وتقول مثلا عايزين زي ما حصل، ما هو حصل قبل كده مثلا اجتمعوا قال عايزين رئيس وزراء، يقول لك رئيس وزراء من الميدان. طب وجه رئيس وزراء من الميدان وبعدين طلع الناس غضبت على نفس رئيس الوزراء اللي جابوه من الميدان، لانه طريقه، ما هو مفيش بلد تمشي بالطريقه دي، مفيش بلد في العالم تمشي بالطريقه دي. فبس ده يعني برضو عايز اقول ان احنا الشيء طبيعي في عمليه التحول، لان اصل احنا بنمر، مصر بتمر بعمليه تحول، في لخبطه، يعني ما حدش عارف. يعني على واحد يقول لك مثلا احنا ماشيين مثلا، بس مين اللي بيقود؟ محدش عارف. لذلك كان يعني الله يحيي نفسه قداسة البابا شنودة كان كتب مقال في الكرازة وقال مصر إلى أين؟ ولا زال هذا السؤال موجود، مصر إلى أين؟ محدش عارف. محدش عارف بكرة مثلا هيحصل إيه؟ وده اللي مخلي الناس يعني في حالة من التخوف شوية، مش عارفين مثلا هيحصل إيه بكرة. شكل البلد هيكون شكله ايه ايا كان الرئيس اللي هيجي. لكن طب ايه المتاح قدامهم؟ طب يعملوا ايه؟ كان لحد دلوقتي مش عارفين يعملوا اللجنه التاسيسيه بتاعت الدستور دي، يعني مش عارفين الدستور ده هيكون شكله ايه. وبعدين يجوا يقولوا هنعملوا مثلا اعلان دستوري مكمل، يقول مجلس الشعب يقول لا مش من حق المجلس العسكري، ده احنا السلطه التشريعيه. بعدين مجلس يقول لهم عندكم 48 ساعة، طب افرض ما عملوش حاجة هيعملوا ايه؟ يعني عايز اقول ايه؟ يعني عايز اقول انا بتكلم يعني من وجهة نظر يعني كمواطن بيبص للأحداث، يعني انا ما بقولش ان انا خبير سياسي ولا محلل استراتيجي، لكن كمواطن بيقرأ الأحداث دي بيتسأل زي اي واحد تاني بيقرأ هذه الأحداث وعايز حد يديله إجابات. انا يعني انا برضو سيدنا يعني قصدي ان انا عايزه ابص لها من ناحيه تانية يمكن روحيه شويه، ان احنا ما زالت الضمائر نفسها بتاعت الناس اللي بتطالب بالعدل هي نفس الناس اللي بتطالب بالعدل، اللي هي ما بتحكمش بالعدل، لان هي بتسمح لنفسها ان بتصور على حكم وتقبل حكم تاني ما نسمعش فيه صوت حد بيعترض. يعني فيعني انا حاسه ان احنا اصلا في الحقيقه مش عارفين مين هم الناس دول، يعني مين اللي بيصوغ ومين اللي ما بيصوغش وبيصوغ ليه؟ يعني عملية صعبة. مين؟ ما نعرفش. يعني هتقدري تقولي مين كلمة الصوار دي؟ مين الصوار؟ كل واحد وقت بيؤمن الصوار يعني كل واحد النهارده بيقول أنا من الصوار، يقول لك ده مرشح الصوغ وده مش عارف مين الصوغ. بقت يعني فجأة مثلا لما جت حكايه الاعاده دي طلعت حكايه الصوغه دي تاني.
وبقي كل فلان ده مرشح الصوغة وده طب والتاني مش مرشح الصوغة ليه؟ ف يعني نيافتك ما تنصحش حد بالمقاطعة او زي ما الناس بتقول هبوظ صوتي عشان انا مش موافق على الاتنين، او يعني الحكاية تمشي ازاي يعني. يعني أنا رأيي المقاطعة مش هتفيد، لأنه هو الانتخابات موجودة موجودة، فالأفضل يعني الإنسان يروح ويقول ويعني يعبر عن رأيه أحسن ما هو إن هو يقاطع، لأن ممكن المقاطعة دي ما تكونش في الصالح، لأن في الآخر هتطلع انتخابات وغالبا هتمشي. يعني لو كانت المقاطعة هتوقف الانتخابات الإعادة كانت ممكن يعني. بس، وبعدين السؤال اللي بعده طب ما هو البديل؟ يعني افرض مثلا أوقفوا انتخابات الإعادة، طب ما هو البديل؟ هل في بديل موجود؟ يعني جاهز مثلا ولا يبقى إيه؟ ما هو طب ما فيش انتخابات هيبقى الوضع يبقى قائم عليه، طب الناس بتطالب إن المجلس العسكري يسلم السلطة، يبقى إحنا بنقول خلي المجلس العسكري مستمر في السلطة، هل ده اللي إحنا عايزينه؟ يعني هل إحنا طالبين كده؟ يعني بنطالب دلوقتي ببقاء المجلس العسكري؟ إن ده أفضل. يبقى يعني يقولوا مجلس رئاسي، طب مين يختاره؟ يجتمعوا مثلا ناس في الميدان يقولوا إحنا المجلس الرئاسي، طب مين؟ طب الشعب مثلا المفروض ما اختارهمش مثلا، أو مش موافق على الفكرة دي. يبقى الشيء الوحيد اللي هيعبر عن أصوات الناس هي الانتخابات فعلا يعني. أو على الأقل الشيء المتاح، يعني المتاح. يعني هيعملوا إيه؟ طب إما هو يعني يا ريت برضه اللي بيفكر في فكرة يفكر في البديل. يعني مثلا اللي بيطالب بمقاطعة الانتخابات مثلا الإعادة المقصود بيها إيه؟ إيقافها ولا ولا مثلا إفشال مثلا في طرف معين؟ ما هو ما حدش يعرف، ما هو في الآخر اللي ما فيش، أعتقد يعني اللي هياخد أعلى من التاني بغض النظر عن نسبة العلو هو اللي هيكون، خلاص يعني ما فيش مثلا بالظبط، مفيش 50% خمسين زائد زائد بالظبط. واحد مثلا، فحتى لو زاد عنه بكم صوت خلاص هيبقى هو انتهى. ده اللي هيختار، فإذا يعني مش هتوصل لنسبة معينة إن ولا واحد فيهم هياخد هذه النسبة، فبالتالي مش هينفعوا هما الاتنين، يعني لازم واحد فيهم هيطلع. بالظبط يعني. نصلي ان ربنا يعدي الايام اللي جايه دي على خير، لان كل الامور فعلا ملخبطه هي مفيش غير اللي يعني نحطها في إيد في ربنا، ايد نعمل ربنا. اللي علينا، والواحد يروح في الانتخابات دي يقول رأيه، ويترك بقى الموضوع اللي ربنا هو اللي يوجه بعد كده حسب إرادته الصالحة، واحنا واثقين يعني إن وعده مبارك شعب مصر وعد قائم، وإنه ممكن يحول كل شيء إلى الخير. يعني افتكر زي ما نفسك بتقول كلمة سيدنا البابا ربنا يناح نفسه في آخر عيد يعني، في آخر وعظة ابتداها فعلا كل الناس بتتساءل مصر إلى أين يعني، بس هو قال إلى الخير إن شاء الله يعني. فإحنا بالرجاء يعني نتوقع هذا الخير. نطلع فاصل صغير سيدنا عشان مصر، وبعد كده نرجع تاني نتكلم عن الرسل. أحبائنا انتظرونا بإذن ربنا بعد الفاصل. شكرا. لا قمر ولا جني
اهلا بيكم احبائنا مره تانية معانا. اهلا بنيافتك مره تانية سيدنا. يعني عايزين نخرج بره الجو بتاع مصر شويه ونتكلم عن صوم الرسل. الحقيقه سيدنا يعني احنا كنيستنا هي كنيسه رسوليه بالدرجه الاولى، وكل ما بنحاول ان احنا نتخيل اجمل صوره ممكن تكون الكنيسه عليها، هي بنحاول دايما نرجع لصوره الكنيسه الاولى. بس خلينا هناخد الموضوع بإذن ربنا بالتدريج، ممكن يكون على كذا مرة في لقاءاتنا مع نيافتك، يعني مش كله النهاردة. نبتديها الأول حتى بالسؤال الشهير المتكرر، ليه صوم الرسل مدته ما هياش ثابتة في الكنيسة، مش متحددة بفترة معينة وبتتوقف على إيه؟ ويعني زي ما نيافتك قلت من شوية، أحيانا بعض الناس بتعتبره يعني مش صوم لكل الناس، أو الناس اللي تقول إن صوم 12 يوم اللي يقولوا يعني ده بتاع أبونا ومراته زي ما نيافتك بتقول، يعني إيه الموضوع بتاعه؟ هو صوم الرسل بيبتدي بعد عيد حلول الروح القدس،
وبينتهي بعيد القديسين بطرس وبولس اللي بنسميهم عيد الرسل اللي في 5 ابيب يجي 12 يوليو. فطبعا النهايه ثابته لان عيد الرسل ثابت يجي 5 ابيب، لكن البدايه متغيره انها مرتبطه بعيد العنصره، وعيد العنصره بيجي 50 يوم بعد عيد القيامه، وعيد القيامه بيتغير من سنه الى سنه. فلما بيبدر عيد القيامه بالتالي بيبدر عيد العنصره، فبالتالي بيطول صوم الرسل ممكن يوصل ل 47 49 يوم. ولما يتاخر عيد القيامه بيتاخر بالتالي عيد ال 50، وبالتالي ممكن يوصل لحد 14 او 15 يوم. فبيتغير الحاله النموذجيه بتاعته فبيتغير مده الصوم حسب ارتباطه بعيد بعيد القيامه او عيد الحلول الروح القدس ان هو بيبقى بعديه على طول. فده سبب ان هو التغير بتاعه اللي بيحصل فيه هذا الصوم، يعني ان مره يزيد ومره مش ممكن في وقت من الاوقات يتحدد بفتره معينه او مده معينه، يعني لازم دايما يتساب مفتوح من الفتره دي للفتره دي كده. يعني هل ممكن يحصل ممكن في وقت هو معين؟ ممكن لو 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 الصوم ارتبط بعيد الرسل زي مثلا عيد العذراء مرتبط بعيد من اعياد العذراء ممكن يتحدد له مده، يبقى يفك ارتباطه بعيد العنصره. يعني هو الكنيسة يمكن حكمتها في عيد العنصرة انه بتقول ده صوم الخدمة، انه الرسل انطلقوا فبعد حلول الروح القدس فانطلق الرسل، فبتربطه بحدث العنصرة. يعني ما يعني بتربطه بحدثين، حدث ان ده يوم تأسيس الكنيسة وحل الروح القدس وتأسست الكنيسة وابتدت تنطلق، عشان كده جعلت مثلا في عيد الرسل اللقان، عملت اللقان عشان غسل الأرجل للمسيح لما غسل أرجل تلاميذه قال لهم كما غسلت أنا أرجل تغسلوا أرجلكم بعضكم لبعض، وعلامة التلمذة هي المحبة. فكان فيها نوع من الإكسالية أو حط مبادئ للخدمة، قاعدة للخدمة في قصة غسل الأرجل. فالكنيسة ربطت ما بين هذين الأمرين إن هو الحلول الروح القدس وتأسيس الكنيسة وانتشارها وعمل الرسل، لأنها الكنيسة الرسولية القائمة على الرسل وتعليم الرسل اللي هم نقلوا لنا ما قاله وما فعله السيد المسيح. فالربط ده ليه حكمة كبيرة في الكنيسة. أعتقد أن لو هذا فقد وارتبط بس بالرسولين عادية معناها ممكن يفقد هذا الأمر. لكن هل ممكن؟ ممكن، بس بس محتاج ل يعني دراسة وتأمل في هذه المعاني وموازنة ما بين هل المشكلة عند الناس هي في المدة إنها متغيرة فده اللي مخلياهم مش عايزين يعني أو مش ولا عدم إدراك لأهمية هذا الصوم، أو كثرة الأصوام خلت الناس إن هي تبتدي تلجأ إلى بعض الأصوام اللي هي ما تواظبش عليها، ولا إن بعد فترة الخمسين اللي ما فيهاش أصوام فالناس يعني بتجد صعوبة في فيعني الموضوع عايز يعني دراسة للأسباب، لأن ممكن ما يكونش هو السبب بالنسبة للناس هو إن عملية التغير ده بالنسبة للمدة مش هي دي المشكلة بالنسبة للناس يعني. هرجع تاني لتحديد الميعاد بتاعه سيدنا، بس معانا تليفون ناخده. أهلا وسهلا، اتفضلي. سلام يا سيدنا. أهلا. ليا بس سؤال يا سيدنا على أسماء المترشحين في قائمة الكرسي البطريركية. اتفضلي. في اسم كده لاحظت، يعني اسم الراهب شنودة الأنبا بشوي، هل هو ده اللي موجود هنا في أمريكا؟ أيوه. بس ده سيدنا احنا نعرف إن هو كان موقوف من سيدنا قداسة البابا من زمان، يعرف إيه عن القاهرة وعن البطريركية دلوقتي إن هو يقوم بالمهام دي؟ على كل حال زي ما ذكرنا احنا ما بنناقش الأشخاص، لكن مناقشتها زي يكون حد كان موقوف من سيدنا البابا وترشح لكرسي زي ده. ما هو مش قادر ينزل عشان تعبان وعيان وبتعالج. أهو يعني زي ما ذكرت ان لسه لجنة الترشيحات بتفحص، يعني القائمة اللي نزلت دي بتقول دي الاسماء اللي وصلتنا، لكن لازلنا بنفحص الامور. فدي من ضمن الامور اللي بتفحص،
سمعنا ان نيابتك للرشاح سيدنا. نعم سمعنا ان نيابتك للرشاح، ولا هذا صحيح؟ لا انا ما رشحتش حد، انا لم ارشح احد، لم امضي لحد، ولم اشترك حتى في تجميع امضاءات لحد. انا موقفي يعني موقف محايد لسببين. السبب الاول ان احنا في لجنه الترشيحات اتفقنا مع بعض ان جميع اعضاء اللجنه ان هم لا يمضون لاحد، ما يوقعوش لحد، رغم ان ده من حقنا. بالاضافه الى انا شخصيا يعني واخد موقف ان انا بقول المهم كيف تتم العمليه مش مين اللي ياتي، فلذلك يعني بتباعد حتى بالنسبه لو مجموعه بتجمع توقعات لاحد يعني، فما حصلش ان انا شخصيا. السؤال الكبير يعني العلامه الاسلاميه الكبيره، ازاي سيدنا يكون موقفه عشان حاجه معينه ويترشح لمهمه كبيره زي دي؟ ده السؤال الكبير اللي هو الاجابه جميعا. الاجابه لهذا السؤال ان 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 هذا الترشيح جه يسال فيه الاباء اللي مضوا لي، لكن لجنه الترشيحات هو غيره يعني، مفيش داعي نتكلم بس على شخص واحد، لان يعني في تساؤلات. انا عارفاه يعني، عارفاه عن قرب يعني، عرفت ان هو حتى لما اخد ما اشتركش في الصلاه عليه. صح، يعني عايز اقول بس بقى انا برد من ناحيه المبدا عشان ما اكونش بناقش حاله شخصيه، يعني لانه المناقشات الشخصيه دي تتم في لجنه الترشيحات، لكن انا بتكلم على انه الترشيحات اللي وصلت لنا يتحمل مسؤوليتها الناس اللي مضوا عليها، لكن لجنه الترشيحات بتقوم بفحص هذه الامور، فلسه عمليه الفحص ده لم تتم بعد، انما حصل فحص مبدئي من جهة السن، سنوات الرهبنة، أنه يحمل الجنسية المصرية، الحاجات الأساسيات. لكن حتى إحنا لما أعلننا هذه القائمة قلنا أنه هذه القائمة بنجري فحص الطلبات اللي قدمت لنا، فحتى لجنة الترشيحات لازالت بتفحص ولسه ما نزلتش حتى القائمة الأولية، ف عملية الفحص لسه عملية موجودة. لكن من جهة أي اسم نزل مسؤوليته تقع على الآباء الأساقفة اللي مضوا لي، لكن لسه بالنسبة للجنة الترشيحات زي ما ذكرت ليكي أنها بتفحص. طبعا الكلام اللي أنت بتقوليه دي من ضمن الأمور اللي بتفحص أيضا. أوكي سيدنا، الشكر، وربنا موجود ويختار اللي فيه الصالح للمهمة الرهيبة دي. شكرا لمداخلة حضرتك. يعني هي من ضمن الحاجات سيدنا اللي كنا لسه بنتكلم عنها، ان حد سمع ان نيافتك رشحت، من ضمن الاقاويل اللي الناس ممكن يعني بترددها بدون وعي لمجرد إثارة كلام. اوكي، طب معانا استاذ عصام، اتفضل. مساء الخير. مساء الخير يا سيدنا، احنا مبسوطين قصصكم. فكان عندي سؤال، هو البيان اللي صدر عن برشيد لوس انجلوس، هو كان المقصود بيه الاسقف العام والاسقف البرشيه؟ فعشان احنا مش عارفين يعني، او ما كانش واضح في حاجه زي كده. شكرا سيد. لا، البيان كان واضح انه بيتكلم على اساقفه الاباكشيات، حتى يعني في عنوانه وفي كل اللغه اللي موجوده فيه، نحن لا نتكلم عن اسقف الاباكشيه. وقلنا ولما ذكرنا القوانين الخاصة من ناحية نقل الأسقف من إباكشية إلى إباكشية، فالأسقف العام لا ينطبق عليه هذا الكلام. فالأسقف العام لا ينقل لأنه ليس له إباكشية. فالقوانين اللي ذكرت سواء قانون 14 للغسل أو قانون 15 لمجمع نيقيا أو أنطاكيا أو سرديكيا، كلها بتتكلم على نقل أسقف من إباكشية إلى إباكشية. أما الأسقف العام فليس له إباكشية ولم يجلس على إباكشية، فإذا يجوز بالنسبة له. في نقطة أخرى بيعترض عليها البعض، أحب برضه أرد عليها بالمناسبة، يعني أنه بيقولوا أنه طب ما هو مش هيوضع عليه اليد مرة أخرى. طبعا مش هيوضع عليه اليد مرة أخرى، لأن هو وضع عليه اليد لما رسم أسقف بالنسبة للأسقف العام، لكن ممكن تجليسه. فإذا الطقس اللي بيتم للأسقف العام
في حالة اختياره أنه بيجلس أسقفا للإسكندرية، وبالتالي بيصير هو البطريرك والبابا. والوضع اليد في التجليس غير مطلوب، مش يلزمش، لأنه هو اوريدي وضع عليه اليد. ووضع اليد لا يرتبط بمكان، يعني الأسقف لما بيوضع عليه اليد وضع اليد ليس مرتبط بمكان خدمته، لكن بعد كده بيدعى في المكان، زي مثلا في رسامة الكاهن اللي فيكم، يعني لاحظ رسامة الكاهن في صلوات اسمها صلوات وضع اليد، يوضع عليه اليد والأسقف بيقول على هذا الكاهن، لكن بعد كده بيدعوه إلى مكان، إلى المكان المعين اللي هيرسم عليه، كان مذبح الكنيسة اللي هيترسم عليها. فالأسقف صحيح في خدمته بيرتبط بمكان معين، يعني مثلا الأسقف العام بيساعد الأب البطريرك في الخدمة، لكن ممكن قوي أنه هو يقوم بعمل الأسقفية في أي مكان لو أسقف المكان سمح لي. حتى يعني مثلا لو اتكلمنا على في عهد مثلا متنيح البابا كيرلس، كان أغلبية الكهنة ما كانش هو بيرسمهم بنفسه، لكن كان بيكلف أحد الآباء بالرسامة، فكان المطران أو الأسقف اللي بيكلفه ده ما كانش بيصلي عليه صلاة مخصوصة عشان يسمح لي أنه هو يرسم القسيس ده في القاهرة، لكن مجرد بيسمح له. فإذا يبقى معنى كده أن هذا الأسقف أو المطران له الحق أن يعمل عمل الأسقفية في مكان خارج منطقته، طالما الأسقف طبعا هنا الأب البطريرك سمح له بهذا، يعني لا يحتاج إلى وضع يد آخر أو لا يحتاج إلى صلوات خاصة عشان خاطر يقوم بهذا العمل. فبناء عليه بنقول أن الأسقف العام يمكن أن يقوم بعمل أسقف الإسكندرية لو جلس على كرسي الإسكندرية بدون الحاجة إلى وضع يد. في كتب الطقس لما بتتكلم أن يكون رتبة القمص، لأن في الوقت ده ما كانش فيه أساقفة عموميين، والتاريخ بيذكر بالنسبة للبابا كيرلس الرابع لأن كان فيه ظروف سياسية معينة فرسموا الأول مطران عام وبعدين جلسوه كبطريرك، لكن هم حطوا له التزكية بتاعته كراهب، لأن أصلا كان نيتهم أن هو بيرسموه كبطريرك كأسقف للإسكندرية. شكرا لاتصال حضرتك، شكرا لنيابتك سيدنا. نرجع تاني للرسل ونقول يعني ان كان المده بتتغير، يعني انا هقول نيابتك حاجه، جزء كده كان الناس بتحاول تقاوم فيه ربنا يسوع المسيح والمجد والتلاميذ بتوعه في وقت من الاوقات، فقالوا وقالوا له لماذا يصوم تلاميذ يوحنا كثيرا ويقدمون طلبات، وكذلك تلاميذ الفريسيين أيضا، وأما تلاميذك فيأكلون ويشربون. فقال لهم أتقدرون أن تجعلوا بني العرس يصومون ما دام العريس معهم، ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون في تلك الأيام. يعني الكلام يبدو منطقي أن المفروض صوم الرسل يتحدد من بعد الصعود على طول، حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون في تلك الأيام. فليه الكنيسة أخرته العشرة أيام اللي هي لغاية فترة حلول الروح القدس؟ هو الأول نفهم هل هو المسيح فعلا كان يقصد بهذا الكلام أن يحدد موعد بداية الصوم، ولا كان بيتكلم على شيء آخر؟ السيد المسيح كان بيتكلم على مفهوم الصوم مش على معاد الصوم. اولا في ذلك الوقت كانت هناك اصوام ثابته اللي هي حددتها الشريعه وموجوده في اسفار موسى، وكان كل معلم من معلمين اليهود من الفريسيين وغيره كان له اصوام خاصه يصومها فقط تلاميذه. فالسيد المسيح الكتاب المقدس بيقول ان هو كان بينفذ الناموس، فكان مشترك في الصلوات وتلاميذه أيضا، فإذا كانوا بيصوموا الأصوام العامة. لكن هم سؤالهم لي أن ليه هو كمعلم ليه ما حددش لتلاميذه أصوام خاصة زي ما الفريسيين بيحددوا أصوام خاصة لتلاميذهم، وزي ما يوحنا المعمدان حدد أصوام خاصة لتلاميذه. فما كانش المقصود أن التلاميذ ما كانوش بيصوموا خالص،
لان هم كانوا بيتبعوا الناموس، والسيد المسيح نفسه طبعا كان بيخضع، خضع للختان وخضع، وكان يذهب الى الهيكل ويحضر المجمع وهكذا يكمل كل بر. فبالنسبه احنا ما ناخدهاش بمعنى ان التلاميذ ما كانوش بيصوموا خالص، لكن المسيح ما كانش وضع لهم اصوام خاصه كمعلم ليهم. هنا السيد المسيح يريد ان يقول ان هو كمعلم هو يختلف عن بقيه المعلمين، هو جاي لرساله لأجل خلاص البشرية ولأجل أن يقدم بر الله مش بر الإنسان، إن الإنسان يتبرر ببر الله اللي ظهر في المسيح في موته على الصليب وقيامته، اللي قدم خلاص للبشرية كلها مش بأعمال البر الشخصية اللي بيقوم بها الإنسان من خلال أصوام ومن خلال كل الأمور الجسدية دي. فهو عايز يدي مفهوم جديد للصوم. لذلك نجد أن هذه القصة تأتي مثلا في إنجيل، طبعا ذكرت في الأناجيل الثلاثة، إنجيل متى ولوقا ومرقس، وذكرت مرتبطة قبلها بقصة لاوي وتوبته وقبوله ومتابعته للمسيح وانتقاد الكتبة والفريسيين للسيد المسيح، وقال له لماذا تأكلون وتشربون مع عشرين وخطاة؟ فأجاب يسوع وقال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لما أتي الأدو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. يبقى إذن بيديهم مفهوم جديد للبر، وإنه إزاي أن التوبة تبرر الإنسان، لأن المغفرة تغفر بسفك الدم اللي هيقدمه على المسيح على الصليب. بعد كده انتقل يكلمهم في السؤال ده وقال لهم ان متى يرفع العريس. هنا يقصد برفع العريس اللي هو الصليب، رفع العريس متى رفع ابن الانسان. فحينئذ تؤمنون. فهنا المسيح يشير الى رفع العريس، اي في صلبه، اي في عمله الخلاصي. لذلك بعد كده ابتدى يتكلم على ايه؟ على رقعة ليس احد. ساعات واحد يقول لك طب ايه علاقه الداب ده؟ وقال لهم ايضا مثلا ليس أحد يضع رقعة من ثوب جديد على ثوب عتيق، وإلا فالجديد يشق والعتيق لا توافق الرقعة التي من الجديد. وليس أحد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيقة لألا تشق الخمر الجديد الزقاق فهي تغرق والزقاق تتلف، فيجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا. طب إيه بقى علاقة ده بالكلام اللي قبله؟ لو كان المسيح يقصد الميعاد يبقى ملهاش علاقة، لكن لو يقصد المفهوم فعايز يقول إنه مع الطبيعة الجديدة اللي هياخدها الإنسان لا نحتاج إلى رقعة، بقى نحتاج إلى مفاهيم جديدة في الصوم وفي الصلاة تختلف عن المفهوم القديم اللي كان يفهمه الإنسان، إن اللي كان ما يتبرر فهو يصوم أصوام ويقوم بأمور جسدية لكي تبرره. وزي ما القديس بولس الرسول في رسالة روميا وضح إنه إن الناموس لا يستطيع أن يبرر الإنسان، أعمال الناموس لا تستطيع أن تبرر الإنسان. فهنا السيد المسيح من سياق الحديث سواء من قصة لاوي أو المثل اللي ضربه فيما بعد يوضح أنه بيتكلم على مفهوم جديد للصوم هيتحقق بعد تتميم الخلاص على الصليب ومع بداية الكنيسة، مع تأسيس الكنيسة. وده الفكر اللي قاله الآباء، أو هكذا فهم الآباء هذه الآيات. وأنا هنا برجع لكتاب أبونا تدوس يعقوب تفسير إنجيل متى، لأن هو في إنجيل لوقا قال ارجعوا للي أنا ذكرته في إنجيل متى في تفسير الآباء الأولين، ففي الإصحاح التاسع بينقل نفس المفهوم، يعني اللي هو يعني هكذا أيضا آباء الكنيسة فهموا هذا الأمر. عشان كده أنا بس يعني أستأذن إن أنا أقرأ جزء من هذا الكتاب وممكن أن هم يرجعوا لي. بيقول أنه جاءت إجابة السيد المسيح تكشف عن مفهوم الصوم بمنظار جديد، إذ قال هل يستطيع بني العرس أن ينوحوا مدام العريس معهم؟ لكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون. كأن الصوم ليس مجرد واجب يلتزم به المؤمنون، إنما هو عمل خاص ببني العرس الذين يصومون كمعين لهم في حياة الندامة والتوبة، أي ليس كغاية في ذاته إنما من أجل الدخول إلى العريس والتمتع بالعرس خلال التوبة. وبعد كده
بعد ما ذكر المثل اللي قاله المسيح من جهة القطعة الجديدة على صبع عتيق بيؤكد نفس الكلام. ماذا يعني السيد بهذا القول وما هو اغتباطه بالصوم؟ إنه يؤكد أنه بحلول وسط البشرية إنما أراد تقديم حياة جديدة يعيشها المؤمنون بها به لها سماتها الجديدة وطبيعتها الجديدة وإمكانياتها الجديدة، فلا تمارس العبادة بالمفهوم القديم الذي ارتبط بذهن الكثيرين. فالسيد لا يقبل فكرة الإصلاح عن طريق الترقيع بينما هو قديم وهو جديد، إنما بهدم الحرفية القاتلة القديمة لبناء الفكر الروح الجديد. بهذا يصير الصوم سر انطلاق للنفس بالروح القدس لتمارس الحياة العرسية المفرحة. يبقى إذن الآباء الكنيسة فهموا كلام السيد المسيح أنه بيتكلم على مفهوم جديد من الصوم ولا يتكلم على ميعاد الصوم. دايما احنا في اي شيء عشان نفهمه بنلجأ الى ثلاث حاجات. الحاجة الاولانية ما هو مذكور في الكتاب المقدس، ليس من خلال اية واحدة ولكن من خلال ارتباطها، وده اللي اتكلمنا عنه ان ازاي الجزء ده مرتبط بما قبله وبما بعده. الجزء الثاني هو كيف فهمت الكنيسة من خلال اباها. الجزء الثالث هو طقس الكنيسة، عاشوا ازاي بقى التطبيق بتاعه يعني. كيف طبقته في حياتها الليتورجية. نجد أن الكنيسة من البداية جعلت صوم الرسل يأتي بعد عيد العنصرة. طب ليه؟ لأنه تحقيق كلام السيد المسيح في رفع العريس يتحقق مش بس في الخلاص اللي أتممه على الصليب، لكن في حلول الروح القدس على التلاميذ. لأن إرسال الروح القدس أمكن أن مفاعيل الخلاص نقدمها على المسيح تنتقل إلى المؤمنين. فالروح القدس هو اللي يقودنا للإيمان بالمسيح، هو اللي يعمل في المعمودية، هو اللي يعمل أن يحل فينا ويقودنا، يعمل في التناول، في كل وسائط النعمة عمل الروح القدس. فإذا الحياة الجديدة في المسيح يسوع لا نستطيع أن ننالها إلا بالروح القدس. فلذلك جعلت الكنيسة هذا الصوم بالمفهوم الجديد يبدأ يتحقق بعد الروح القدس. وده يمكن يرد برضو عن النقطة اللي احنا اتكلمنا عنها في البداية، ان برضو حكمة الكنيسة ان ربطت بداية صوم الرسل بعيد الأنصار. يعني كان بقى هيقعد قد ايه. طب يعني ده يخليني سيدنا برضو يعني افكر في حاجه، يعني لو كنا احنا بنصوم لمجرد ان في صوم محطوط لكن ما استفدناش من هذا الصوم او ما عشناش فيه المفهوم الجديد او ما استفدناش بالتوبه اللي ربنا يقصدها من جوه الصوم، يبقى احنا كاننا ما زلنا لسه عايشين في ظلال العهد القديم، يعني او في الطريقه بتاعه الاصوام بتاعه الناس اللي كانت في العهد القديم اللي هي مجرد بتصوم وخلاص، وكان بكثرة الأصوام هو ده هتاخد البر، يعني لو صمنا بدون توبة يعني. طبعا لو الإنسان خد الصوم كواجب أو كفرض أو كتبريك في حد ذاته يبقى هو عايش برضه في المفهوم القديم. يعني ربنا مش هيسألنا صمته قد إيه مثلا، لكن هل استفدته من الصوم؟ يعني الصوم وسيلة، زي واحد مثلا بيركب وسيلة مواصلات عشان توصله لمكان، مفيش حد بيركب وسيلة مواصلات عشان يقعد فيها. لكن لو ما وصلتهوش يبقى راكب الوسيلة الغلط، يبقى لأن هو هدفه من ركوب مثلا الطيارة دي أو العربية دي أو الأوتوبيس ده إنه عايز يروح في الحتة الفلانية. فلو أنا الصوم ما وصلنيش للهدف ده يبقى في حاجة غلط، يبقى أنا بصوم مثلا بطريقة خاطئة. لكن خبرة الكنيسة وخبرة أبناء الله عبر الأجيال أن الصوم وسيلة فعالة لحياة القداسة، يعني مش لسه حاجة هنختبرها أو أنا لسه بجرب يا ترى هو ينفع ولا ما ينفعش. لو كان مش نافع معايا يبقى في غلط عندي، مش غلط في الصوم يعني أنا ما بطبقش الصوم بطريقة لكن خطأ أن أنا أركز بس على الصوم. عشان كده مثلا من الحاجات اللي أنا ما بشجعش الأباء الكهنة عليها هنا في الأبوشية، لما يجوا مثلا في الأصوام ويقولوا الناس اللي فيكم مش صايم ما يتناولش. فأنا بقول إن التنبيه ده يعني مش دقيق. ليه؟ إن صحيح الصوم مهم، لكن ليه أنا أعتبر إنه بس الصوم هو علامة التوبة إن يتناول وما يتناولش؟ طب ما في حاجات تانية. يعني إشمعنى بس إنه إشمعنى أخلي الصوم بس هو ده اللي أنا
العلامه ان الانسان تائب او غير تائب. ما انا ممكن اكون صايم ومش تائب او ممكن يكون عندي اسباب خلتني مش قادر اصوم. لكن في فرق بين واحد مش صايم لانه بينكر الصوم. انه بينكر الصوم. وفي صايم مثلا كسلا او عنده ضعفات في حياته فمحتاج لعلاج. فزيها زي اي خطيه تانية ممكن تمنع الانسان من التناول. لو الانسان عنده ضعفات في حياته الروحيه وما بيجاهدش فيها يعني في حاجات تانية. فعشان كده بقول انه مهم الناس نشجعها على الصوم، لكن ما نربطش التوبه بس بالصوم. التناول ما لو مفيش توبه. انا بقول اساس التناول هو التوبه. الانسان يكون تائب. ده المهم. يعني لو انا قلت اللي مش تائب ما يتناولش، صح صح يعني التوبه تشمل كل حاجه. احيانا احنا بنصوم حتى كمان استحراما، يعني لا ما دام في صوم في الكنيسه لا حرام ان احنا ما نصومش. برضو يعني المفاهيم دي كلها هي لا تحقق برضو من غرض الصوم. يعني لا، هو كويس ان الانسان يعني يكون ضميره حساس ان هو يصوم. فدي حاجه كويسه تشجعه على الصوم. لكن تخليه يخش في عمق الصوم. ما هو كويس ان الواحد يكون حاسس انه طب ازاي كنيسه صايمه وانا ما بصايم. كويس الاحساس ده، حتى لو بدا انه بيحس بيه كواجب او تعودنا ان احنا نصوم. فناخد بس ايه، نكمل بقى يعني ما نلغيهوش. ما هو في حاجات زي مثلا انسان بيجي ربنا نتيجه الخوف، خايف. فكويس. بس الخوف ما يكفيش. يعني الخوف يخليه يخش للخطوة اللي بعديها. لكن في ناس بتيجي بالخوف، في ناس بتيجي بالطريقة دي، أو دي الحاجة اللي بتربطها يعني، أو الإحراج. خلصوا البعض بالخوف يعني. تمام. يعني هي احيانا برضو من الحاجات اللي بتدور في اذهاننا ان فتره صوم الرسل دي، يعني احنا اخذنا قوي ان الصوم بالذات عشان اخر صوم بنبقى صايمين، وقبل الخمسين هو الصوم المقدس. فاحيانا بيكون له طابع نسكي زياده شويه، وهو صحيح بقيه الاصوام ممكن بتعتبر من الدرجه الثانيه ما عدا مثلا الاربع والجمعه، لكن احيانا برضو ده بيدلنا الحل داخل انفسنا، يعني او نسال هل برضو هو الصوم ده محتاج برضو لقانون روحي، او محتاج لفتره انقطاع، او محتاج برضو ان الواحد يعيش في طقس كده شويه شبه يعني حتى اللي بيعيشوا في الصوم الكبير. هو طبعا ما فيش صوم بدون انقطاع، لان كلمه الصوم معناها انقطاع عن الاكل. فلو واحد ما بينقطعش عن الاكل، بيصحى الصبح بياكل عادي، يبقى اسمه نباتي، ما اسموش صايم يعني. فما فيش صوم، بس بتختلف فتره الانقطاع من صوم لصوم ومن شخص لشخص حسب حالته الروحيه وحسب استعداده. فكل ما الانسان يستفيد بهذا بالصوم. لكن تبقى واحد، طب ليه الكنيسه عملت درجات من الصوم؟ عشان التدرج. يعني في واحد مثلا ما بيصومش خالص فهيبتدي يصوم، فممكن ما يصومش كل الاصوام، فبختار له اصوام سهله شويه، فبختار له الاصوام اللي هي الكنيسه بتضعها في اهميه اعلى من جهه المناسبه او من جهه قدمها، زي مثلا صوم الكبير. وبعدين مثلا صوم الكبير مثلا اسبوع الالام. فيفرض واحد مثلا ما بيصومش لكن هيبتدي يصوم، فقول مثلا ابتدي بالاربع والجمعه، ابتدي بالصوم الكبير، وبعد ما يعني يبتدي يتعود اقول له طب صوم مثلا صوم الغسل، صوم العذراء. فممكن يكون في عمليه تدرج بالنسبه للاشخاص الذين يحتاجون الى تدرج. لكن كمبدا لابد ان يكون في فتره انقطاع. لكن ما اقدرش احط ان صوم الغسل في نفس الدرجه بتاعه مثلا الصوم الكبير او بالنسبه لاسبوع الالام. طب اكيد. طب خلينا سيدنا نقول في معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الاولى، بيقول اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الاقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. إيه معنى هنا الجهال العالم والضعفاء والأدنياء والمصدرة؟ أحيانا البعض بياخدها على أن ربنا اختار العينات دي أو الفئات دي علشان تقبل أنها تطيعه، أو تقبل أن هي تمشي وراه بلا تفكير، يعني بدام هم جهال وضعفاء وأدنياء. يعني إيه ليه حددها كده معلمة بولس الرسول بالألفاظ دي؟ ما هو يعني المقصود بقى بها إيه؟
المقصود بيها مش الإنسان الغير حكيم، لكن المقصود بيها الإنسان الذي اللي هو حكمته من الله، يعني بيرفض حكمة العالم. ففي حكمة، عشان كده القديس بولس الرسول ميز ما بين حكمة الحكمة من العالم والحكمة من الله. فلما نيجي مثلا في الجزء اللي ذكرتيه بالنسبة في رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، قال لما قال واختار الله أدنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه، يعني الواحد ما يفتخرش بحكمته، ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. وبعدين يجي بقى في كما هو مكتوب من افتخر فليفتخر بالرب. بعدين في الإصحاح الثاني بيقول وأنا لما أتيت إليكم أيها الأخوة أتيت ليس بسمو الكلام أو الحكمة مناديا لكم بشهادة الله، لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وأيها مصلوبا. وأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة، وكلامي وكرازتي لم يكونوا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله. يعني عايز يقول أن الكلام بتاعنا ده ما بيعتمدش على الحكمة الإنسانية. بعد بقى بيقول لكننا نتكلم بحكمة، يبقى إذن يعني نوع حكمة وحكمة، يبقى إذن مش حكمة وعدم حكمة، لا حكمة إنسانية وحكمة إلهية. بقى إيه الحكمة الإلهية دي؟ هيشرحها بقى القديس بولس الرسول. لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين، ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الذين يبطلون، بل نتكلم بحكمة الله في سر الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الظهور لمجدنا. يبقى السيد المسيح لا يقصد أن حينما اختار رسله أو حينما كلم القديس بولس الرسول أن يختار غير الحكماء، لكن اختار الحكماء اللي حكمتهم من الله، واختار العلماء الذين ليس حكمتهم من العالم ولكن حكمتهم من الله. لذلك الإنسان اللي بيتلامس مع روح الله، روح الله هو روح الحكمة، فبيديله حكمة. زي ما القديس بولس اتكلم على الضعف، قال حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. فإذا أنا من ناحية البشرية ضعيف، لكن أنا قوي بقوة المسيح، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. فالإنسان يسعى أن ينال الحكمة من الله. لذلك بنقول إنه إيه الفرق بين الهرطوقي والأكتودوكسي؟ الفرق هو أن الأب الأكتودوكسي أخضع عقله لفكر الله، فكر الله. أما الهرطوقي فاعتمد على عقله، عقله البشري، فقادته الحكمة البشرية إلى الهرطقة. كلمة هرطقة يعنيها تعليم جديد، هرطوقي يعني بيتعلم تعليم جديد غير التعليم اللي موجود. لكن الإنسان اللي بيخضع فكره لفكر الله اللي بيناله من خلال الكتاب المقدس ومن خلال الآباء ومن خلال طقس الكنيسة اللي بتدينا فكر المسيح، فإذا بيشير في الطريق اللي صارت فيه الكنيسة فينال حكمة، حكمة الله. فإن بيجي شخص مثلا لو اعتمد على حكمته البشرية يبقى مش هيعمل حاجة. زي مثلا الرسل لو كان المسيح قال لهم اذهبوا واكرزوا الانجيل بالخليقة كلها، الحكمة البشرية بتقول ده مستحيل، فين ازاي نكرز الخليقة كلها، فين الامكانيات، فين العدد، فين 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 فين، طب احنا نعرف العالم كله منين؟ لكن هم بدام دي كلمة ربنا فاخضعوا نفسهم فربنا. او زي مثلا في قصة الخمس خبزات والسمكتين، الحكمة الانسانية بتقول في استحالة، ايه خمس خبزات وسمكتين، في استحال، ما هذا لهؤلاء. لكن حكمة الله قالت لا ممكن، يفيد كمان ويفيد كمان واتنشر قفة. فهنا في التعامل مع في العمل الروحي وفي اللاهوتيات، يعني الأمور اللاهوتية تحتاج إلى استنارة. يعني لو واحد اعتمد على عقله البشري هيقولك طب ازاي آب وابن وروح قدس يبقى إله واحد، إزاي تقولوا المسيح ابن الله وهو الله؟ طبعا
الفكر البشري مش هيقدر ان هو يستوعب الحاجات دي، لكن عايز استنارة. الاستنارة دي هي اللي تخلي الواحد يفهم هذه الامور. طب خلينا نقول ناخد الاستنارة دي ازاي، يعني ازاي يكون عندنا الاستنارة دي او الحكمة الالهية او القوة الالهية مش الضعف بتاع الدنيا. ناخد الاستنارة دي ناخدها من عمل الروح القدس، لان الروح القدس هو روح الحكمة، هو روح الفهم، هو روح المشورة، هو روح الاستنارة. الانسان يستنير بعمل الروح القدس، لذلك ربنا يعني ارسل روحه القدوس لكي ما نستنير به. فالإنسان لما بيتفاعل مع عمل الروح القدس، يعني مثلا في فرق بين أن أنا أمسك الإنجيل وأفهمه بعقلي، وبين أن أنا أصلي وأطلب من روح الله أن يفتح عقلي لكي ما أفهم وأستوعب. فلو أنا اعتمدت على عقلي وأجيب الآية دي مع الآية دي ولأ دي غلط ودي ضد دي وإزاي وما تجيش ومش عارف إيه، في حاجات كده مش هفهمها، او في حاجات هو اعصر فيها واجد ان لا دي حاجات ما تخشش الدماغ. بس هي مش عشان هي ضد العقل، هي ممكن عشان انا يعني عقلي هو اللي مش قادر يستوعبها او مش واخد الروح القدس الاستناره بتاعته عشان يوريها لي. لا هي مش يعني هي اكيد ليها حاجه، ليها هدف او ليها تفسير او ليها معنى، بس ممكن انا بعقلي البشري ده اللي انا عايز اخضع ليه الكتاب المقدس مش هقدر افهمها. يعني هو المشكله مش ان الحقائق ضد العقل، المشكله ان العقل البشري محدود فوق العقل يعني اكبر من العقل. فعايز حاجه زي نرجع للخمس خبزات. الخمس خبزات والسمكتين هما محدودين، ما يقدروش يشبعوا غير عدد محدود. دي مش مشكلة فيهم هم، لأن دي محدوديتهم كده. لكن عشان خاطر أنا أشبع 5000، العيب مش في الخمس خبزات، لأن الخمس خبزات محدودين بحكم طبيعتهم. لكن عشان أخليهم يشبعوا الجموع يبقى لازم أديهم قوة فوق قوتهم، اللي هي البركة اللي أداها السيد المسيح. فأنا بالنسبة لعقلي البشري أنا محدود في الفهم، فبفهم لحد معين. في حاجات فوق بقى إدراك العقل، هنا الاستنارة تيجي. إزاي تخليني أنا أقبل حاجات فوق مستوى العقل البشري وأقبلها وأبقى مقتنع بيها، لأن أنا حاسس بيها إن هي، إن إذا كان مثلا بنيجي سر التجسد نقول ده السر يفوق العقول. يبقى عقلي أنا بقبله مش بعقلي المحدود، لكن بقبله بالإيمان. فإذا الإيمان بيخليني بيدي اتساع للعقل البشري. لكن لو أنا اعتمدت بس على العقل البشري هجد نفسي إن أنا محدود. زي الطفل الصغير مثلا عقله محدود، فبتحاول تديله معلومات على قد ما يستوعب، لكن لو قلت له أكتر من كده مش هيستوعب. لسه لما ينضج شوية ويبتدي معرفته تزيد وقدراته العقلية تزيد، فيقدر ان مثلا ياخد معلومات اكتر من كده، وهكذا يقعد ينمو. لكن طبعا العقل البشري له حدود. في الآية الجميلة اللي في عبرانيين دي اللي هي بتقول بالإيمان نفهم، كنت مرة سمعت تشبيه حلو قوي، يعني بيتكلم على العين، العين الطبيعية بتاعت الإنسان ممكن أحيانا في بعض الأوقات ما تعرفش تقرأ كل الكلام، أو كلام يكون صغير قوي فتحتاج نظارة فوقيها عشان تقدر فكانوا بيشبهوا يعني تشبيه لطيف إن كأن الإيمان ده هو النظارة اللي هلبسها فوق عينيا عشان أقدر أشوف بيها اللي عينيا مش قادرة تشوفه يعني. أو الميكروسكوب أو التلسكوب، يعني بتدي قدرات أكثر للعين من القدرات الطبيعية ليها. يمكن بتاع النضارة ده مشكلته إنه عينه فيها مرض فعايز علاج. لكن أنا أفترض إن واحد عينه سليمة 100% بيشوف مثلا 20/20 أو 6/6. في حاجات استلمش تشوفها بعينين مجردة. أي عين بشرية مهما كانت قوتها وكما كانت عين سليمة مش هتقدر تشوف الميكروبات مثلا، فمحتاج او الكائنات الصغيره فمحتاج لميكروسكوب، او عايز تلسكوب عشان يشوف مثلا الحاجات البعيده. فانا هفترض ان انسان عقله سليم جدا وفي قمه الذكاء،
لكن في الاخر محدود برضه. طبعا اكيد مهما كان يعني هي فعلا عايزه بالايمان هنفهم يعني. برغم ان معلمنا بولس الرسول اللي قال الكلمه بتاعت تختار الله الجهال والضعفاء والمصدره وكل دول، هو الحقيقه ما كانش ولا واحد في دول لو بالمنطق البشري يعني. يعني هو كان فيلسوف كبير وكان يعني دارس وعارف ناموس وفريسي وناموسي وكل حاجه يعني. معنى كده ان ربنا مش بيرفض الإنسان اللي عنده تفكير أو اللي عايز بيسعى بقلب نقي يعني، مهما كان مخه ده شغال ومهما كان عايز يدور ويبحث، وحتى لو شك في بعض الأوقات، حتى لو عايز يدور في بعض الأوقات، ده مش مرفوض قدام ربنا برضه. هو القديس بولس الرسول مثل أنه لما اعتمد على الحكمة البشرية أخطأ أخطأ وكان مضطهد للكنيسة. هو علمه الشديد في الناموس وتعلمه كفريسي ابن فريسي خلاه فهم بر الناموس بالطريقة الفريسية، فبالنسبة له اعتبر انه 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 المسيح والمجموعة اللي تبعه اللي سميهم اصحاب الطريق ان دول خارجين عن خطة الله، عشان كده كان بيضطهد، بيقول كنت اضطهد الكنيسة واتلفها، وكان بيقول عن طريق جهل. جهل بمعنى ايه؟ مش جهد انه نقصه في العلم البشري، لا، هو كان راجل عالم، لكن جهل من ناحية حكمة الله. لكن لما عقله استمر، عشان كده ربنا اراد ان يدي مثل عملي. لاحظ بولس الرسول لما المسيح التقى به فقد بصره، تمام، وبعدين استمر لما امن واعتمد. فعايز يشير الى انه زي كان اعمى، بس مش العمى البصري، العمل الروحي جواه بالناس الجهل اللي كان فيه ده، جهل من ناحيه حكمه الله، كان يجهل حكمه الله، لكن لم يكن يجهل الناموس ولم يكن يجهل الحكمة البشرية. لما استمر صار جاهلا بالنسبة ما كان يعلمه وأخضع نفسه لحكمة الله، فابتدى يشوف الناموس نفسه بطريقة مختلفة، بيشوفها على ضوء حكمة الله. عشان كده هو اتكلم قال احنا أنا جاي أكلمكم مش بحكمة إنسانية، لكن أنا جاي أكلمكم بحكمة تانية، لأن أنا جربت الحكمة الإنسانية دي وضيعتني، ودتني إلى أن بقيت مضطهد للكنيسة، وخلتني أن أخرج عن طريق ربنا، بينما هو كان هدفه كويس، هو كان هدفه أن يدافع عن الله أو خطة الله من جهة خلاص البشرية كما فهمها من خلال الناموس. وزي ما اليهود والفريسيين في الوقت بتاعه دول لما رفضوا السيد المسيح رفضوه بهذا المبدأ. لكن هو بقى بيدينا مثل عملي ان ازاي الانسان لما استنار، زي القديس اغسطينوس. القديس اغسطينوس لما ابتدى يقرا الكتاب المقدس حسب الحكمه اللي هو كان فيها كرجل فيلسوف كبير، وجدوا ان هو لا يساوي شيء بالنسبه لما يقراه من كتابات الفلاسفه، من ناحيه البلاغه ومن ناحيه الجرامر ومن ناحيه كل حاجه. لما ربنا مس قلبه وسمع صوت طفل بيتكلم على الطهاره وترك الاعمال الظلمه، ابتدى يقرا الكتاب المقدس بطريقه تانية. فابتدى يشوف فيه كنوز، حتى انه صار من كبار المفسرين الكتاب المقدس، نفس الكتاب المقدس اللي هو رفضه في الاول. فالكتاب هو ما اتغيرش، لكن هو اللي اتغير. ده كمان يمكن يعني عشان الجهال دول او الحكماء يعني اللي بالحكمه بقى الالهيه، في عزة معلمنا بطرس الرسول يوم الخمسين يعني زي ما ربنا قال له كده هتبقى صياد للناس، او يعني بالتالي كل التلاميذ والرسل يعني. فاول زي ما بيقولوا اول طلعه يعني كده او اول عظه، جاب على طول 3000 نفس للمسيح. الحقيقه اللي يقرا العظه طبعا بكلام الروح القدس وكل حاجه، بس هي ايات، هي اغلبيتها ايات او بيستشهد بايات من العهد القديم. مليون حد قرا الايات دي قبل كده، يمكن الناس كمان اللي كان واقف بيوعظهم هم يهود فقاريين نفس الايات دي في العهد القديم، لكن على اخر العظه هم نخصوا في قلوبهم. ف ايه يعني ايه اللي عمل كده؟ يعني ما هي العظه عظه عاديه واحنا بنقراها دلوقتي 50 مره مثلا ممكن ما نتاثرش او لا ننخس يعني في قلوبنا، ايه اللي نخس الناس دي في قلبها بسبب العظه دي في اليوم ده؟ الروح القدس، احنا بنقول قوه الروح القدس، ما دي القوة بقى. مش بنتنخس ليه؟ قوة الروح القدس ليست قوة الكلمات وليست قوة الوعظ، لكن قوة الروح القدس هي اللي جعلتهم نخس في قلوبهم.
بتقول طب احنا ليه ما بنتنخس؟ لا احنا بنتنخس بس ساعات ما بنستجبش. فهو نخس في قلوبهم فقالوا، يبقى اذا استجابوا. فالروح القدس بيعمل باستمرار، بس هل بنستجيب ولا بنستجبش؟ مش كده بنقول انه العمل يعني سفر الاعمال بيورينا في ازاي الروح القدس كان بيعمل بوضوح، مش لان ده الوقت الوحيد اللي كان بيعمل فيه الروح القدس وبطل يعمل، لكن ادانا امثله حيه عشان يبقى عندنا ايمان في عمل الروح القدس. ولكن الروح القدس بيعمل باستمرار، مش كده في طقس الكنيسه بنقرا السنكسار بعد البراكسيس، براكسيس اللي هو اعمال الرسل، عشان نقول ان الروح القدس اللي عمل في سفر الاعمال هو مستمر يعمل في الكنيسه من خلال قصص السنكسار اللي احنا بنقراها حسب اليوم يعني. يعني انا دايما بتامل في الحته دي وبقول انه كويس ان سفر الاعمال ذكر لنا نص العظه، لان لو ما كانتش ذكرت كان ممكن نفكر يا ترى ايه يعني الكلام اللي قاله بولس بطرس الرسول ده خلى 3000 يامنوا. لما تيجي تقارني العظه دي في اعمال 2 مع اعمال 17 اللي عظه القديس بولس في اريوس باغوس، تجد ان احنا دايما بناخد عظه القديس بولس الرسول انه يعني الحكمه ازاي قال لهم اراكم متدينين على كل وجه، والمدخل اللي دخل بيه وعظه جميله جدا وقويه، لكن النتيجه بتاعتها كانت نتيجه ضعيفه من ناحيه العدد. تمام. هي طبعا قويه من ناحيه انها بقيت عبر الاجيال، لكن انا بتكلم على النتيجه الفوريه يعني في ده 3000 دول مش عارف واحد او اثنين او ثلاثه، يعني ما ادناش العدد بالظبط لكن واضح العدد الي. هل يعني بطرس الرسول كان انجح من بولس الرسول؟ لا. هل الروح القدس عمل في عظه بطرس وما عملش في عظه بولس؟ برضه لا، لكن الفرق في استجابه الناس. ان هم اول ما كلمهم على القيامه ابتدوا يقولوا نسمع منك هذا ايضا، وابتدوا يثوروا حوالين هذا الامر. فده الروح القدس يعمل، لكن ممكن ناس تستجيب وممكن ناس ما تستجبش، ودي مثالين هم. في خاطر في بالي حالا يمكن قصه الانبا انطونيوس بايه واحده يعني نخست في قلبه ومشيها، مع ان كان اكيد الكنيسه مليانه ناس مش كلهم استقبلوا الايه بنفس الطريقه، وما زلنا بنسمعها مش بنستقبلها. من ده الشاب الغني اللي سمعها من فم المسيح نفسه فمضى حزين، يعني دي اكتر دي كمان. يعني هي متوقفه فعلا ازاي احنا بنستقبل الكلمه. الحقيقه الرسل والتلاميذ مش كانوا بساط بس من ناحيه الحكمه البشريه او المفهوم بتاع العالم، لكن هم كان عددهم قليل. يعني كنا بنتكلم على ال 12 وال 70، كنا بنتكلم حتى على 120 كلهم اللي كانوا في العليه وقت محل الروح القدس. فاحنا بنتكلم في عدد قليل قوي ان هم يكرزوا للعالم كله او للخليقه كلها. أنا بس عايزة أقارن موقفهم بموقفنا إحنا مثلا في الخدمة دلوقتي. يعني لما بيبقى الفصل ممكن زيادة شوية أو كبير شوية ممكن ما بيبقاش لينا التأثير القوي عليه، أو نشتكي مثلا فصل كبير عايزين نركز أكتر مع عدد أقل. إيه برضو اللي خلاهم القوى العجيبة اللي خلت عدد بسيط زي كده إن هو ينشر الإيمان بالطريقة دي؟ حاجة كمان برضو، ازاي احنا ما نستهنش يعني بأنفسنا ان كنا قليلين في وسط الدنيا بقى دي كلها في مجملها، يعني كنسبة وتناسب يعني بالنسبة للأعداد. ممكن ازاي 120 او 70 وال 12 أثروا في العالم كله واحنا برضو ما نستقلش ان احنا ولو حتى شوية صغيرين ممكن نأثر في الدنيا يعني. هو طبعا يعني مفروض ان احنا يبقى عندنا ثقة ان الله يعمل يخلص بالقليل ويخلص بالكثير. ويمكن قصة جدعون وإزاي لما صفاهم على 300 واحد، يعني بس 300 واحد، يعني لما تشوف التصفية دي، التصفية دي إنه الأول قال اللي فيكم خايف واللي فيكم يرجع رجعوا، بعدين أو جم عشان خاطر المية اللي قعد ده، يعني ده خايف، لكن اللي وقف وخد المية هو واقف، فقال لك ده اللي. فالمهم يعني ما هموش العدد، لكن همه ان يكون الشخص اللي طالع ده يكون بقلب شجاع وبثقه في النصر ان ربنا هيعمل معه. فهنا الخادم ايضا، الخادم المتراخي الخايف
اللي ما عندوش ثقة إن ربنا ممكن يشتغل، أو إنه واخد الخدمة بطريقة خاطئة، ما هو دخلت مفاهيم مختلفة بالنسبة للخدمة، فبتخلي النية نفسها أو صدق النية وحرارة الروح بالنسبة للخادم بتؤثر. فممكن أو يكون في عدد لكن ما فيش كواليتي، ما فيش كيفية موجودة. فالمهم بالنسبة لربنا هو الكيفية مش بالنسبة له العدد، زي ما سيدنا الله ينحى نفسه بابا شنودة كان دايما يقول بالنسبة لخدام بحث الله عندنا خادم واحد بس زي بولس الرسول. فالمهم مش في العدد، المهم في الكيفية بتاعت الشخص. فده يخلينا ان احنا كخدام نهتم بحياتنا الروحية، مفهومنا بالنسبة للخدمة، وطلبنا لعمل الله في الخدمة. ممكن واحد مثلا بيعتمد على فكره، يقول لك انا حضرت درس كويس وجبت وسائل اضاح وجبت وجبت وجبت، لكن طب قعدت مثلا اصلي قد ايه عشان الدرس ده؟ يعني حضرته في ساعه، طب وصليت اجله قد ايه، كم ساعه او كم دقيقه، او لو كنت صليت يعني لاجله، هل انا يعني مادام انا حضرت كويس يبقى ده كفايه؟ فهنا برضو الواحد اعتماده على ربنا. عشان كده في فرق بين الخادم اللي بيذكر المخدومين في الصلاة صلواته، وبيسعى انه اسمهم يبقوا على المذبح، وانه في صلواته الخاصة انه بيذكرهم ويصلي لأجلهم ويفتكرهم أثناء الأسبوع. وفي واحد علاقته بالخدمة هو مجرد بيجي يدي درس يوم الحد، وأقصى حاجة يعمله إن كان ينزل من الإنترنت الدرس محضر وجاهز يقوله وخلاص، انشغل بقى في حياته بعد كده طول الاسبوع لحد ما يجي الاسبوع اللي بعده ده لو جه يعني. ففي فرق بين خادم وخادم. فالحراره في الروح وادخال ربنا في العمل طبعا بتبقى خدمه مؤثره، وياما نفوس جات عن طريق الصلاه، لان احنا برضه في الاخر محدودين. طب تغيير نفس ده عمليه مش سهله، طبعا. فمش حكايه اقناع مثلا، والخطيئة دخلت في واحد مثلا ومسكت في قلبه، مش انا عايزه حاجه تشيلها من جوه قلبه. فمين اللي يقدر يشيل حاجه زي كده من القلب؟ مش بالاقناع، لكن بعمل الله وبالصلاه ان ربنا ممكن يغير القلوب. مهم برضو ان احنا ما نستهونش بعددنا يا سيدنا، مش كده؟ يعني انا دايما بحس ان احنا كلمة اقلية دي اتغرزت فينا، يعني او يعني بقينا دايما حاسين ان احنا اقلية. هو جايز احنا اقلية في العدد يعني، لكن انا بحس انها كمان بتفقدنا التصديق ان احنا ممكن نغير حاجة في الدنيا او نغير حاجة في الناس اللي حوالينا. يعني ما بقيناش بنصدق فعلا ان احنا ممكن نعمل تغيير في اللي حوالينا. بس هو السيد المسيح دايما كان يتكلم على الأقلية، أيوة القطيع الصغير. لما مثلا إدى أمثال الملكوت اتكلم على الخميرة اللي تخمر العجين كله، اتكلم على حبة الخردل اللي هي أصغر جميع الحبوب البذور، وإزاي بقت شجرة تتآوى فيها الطيور. فدايما يعني السيد المسيح بيتكلم على العدد الصغير والحاجة القليلة، وإزاي نعمة ربنا إنها تشتغل فيها يعني. فحتى لو كنا أقلية لكن المهم الكيفية. بالظبط، يعني هو المهم الكيفية هي دي، التكاتف حتى يعني من ناحية روحية، وحتى من ناحية الاجتماعية ومن ناحية السياسية. يعني دايما الأقليات اللي تكون مترابطة مع بعضها ممكن يكون لها تأثير، فمش بس حكاية الكثرة، ممكن يكون في كثرة لكن مبعثرة، ما فيش اهتمام مثلا بالأفراد. لكن مثلا لو أقلية مثلا الأسر فيها متماسكة، يبقى تقدم صورة أولاد هتطلع مثلا أولاد كويسين ناجحين. ودايما يعني حتى يقولوا أنه دايما الأقليات في أي مجتمع، لأن حاسة أنها أقلية فتهتم بالكيفية، فبتقدر أنها تحقق أكتر من الأكثرية لأنها بتبقى متماسك. نعم، حلو.
يعني في الدقائق اللي بقيا لنا سيدنا، يعني الرسل دايما يتذكر عنهم ان هم الاساسات بتاعه الكنيسه، وفي سفر الرؤيا مذكورين يعني ان هم من ال 12 في اساسات الكنيسه او اساسات اورشليم السمائيه. لكن انا عايزه اخد حته بتاعه مش بس اساسات. فقال له يسوع: الحق اقول لكم انكم انتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الانسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أسباط إسرائيل 12. أنا بس عايزة يعني أفهم معنى تدينون أسباط إسرائيل 12، إيه معنى الإدانة هنا؟ يعني يجلسوا على كرسي ليدينوا، بينما الابن مثلا قال إن الأب أعطى كل الدينونة للابن، يعني إيه معناها هنا يعني؟ أو أولا قال أسباط إسرائيل 12، فهنا بيتكلم على حالة خاصة اللي هي انه الرسل كلهم اصلا جايين من اليهود، اصول يهوديه، لكن هم امنوا بالسيد المسيح. بينما اسباط اسرائيل 12 اللي هي ما امنتش، فهنا ده دينونه ليهم، لان جاء الى خاصته وخاصته لم تقبله. فالسيد المسيح جه اولا يكرز لخراف بيت اسرائيل الضاله، ففي بعض منهم امنوا بيه وبعض ما امنوش. فاللي آمنوا بيه دول هيكونوا سبب دينونة للذين آمنوا. فالمسيح رفض القيادات، ورفض القيادات اليهودية اللي كانت متقسمة على الأسباط. النظام في العهد القديم كان متقسم على الأسباط، ويقولوا رؤساء بني إسرائيل بيؤخذوا من الأسباط. هذا النظام أدين نتيجة رفضهم للسيد المسيح، وأقام نظام جديد اللي هو مبني على الرسل بدل النظام اللي مبني على الأسباط. فإيمان الرسل بالسيد المسيح هو دينونة لهؤلاء الذين لم يؤمنوا. تمام، نقدر نقول ان احنا بنفس المفهوم ده هندين وندان، يعني ممكن كل واحد فينا هيتحمل ظرف معين، هو بالتالي بيدين حد ما قدرش يتحمل نفس الظرف ده، او انا ما اتحملتش ظرف معين، في غيري اتحط في نفس الموقف وتحمله، فغيري ده هيدني برضو في المجال التاني. ما هو نفس يعني المنطق يعني. يعني زي ايه؟ بمثل ايه؟ لو احنا مثلا قلنا ان في شباب مثلا عايشين مثلا في المجتمع هنا، فيجي واحد يقول لك لا مش ممكن نعيش حياه القداسه والطهاره في المجتمع ده، وازاي ده احنا حوالينا كذا وكذا وكذا. فيجي مثلا نموذج اخر لشاب عايش حياه الطهاره دي، فنقول له طب ما هو فهو بيدينه. بالظبط، بيدينه انه سلك في هذا الطريق، يبقى اذا هو ليس له حجه، لان في مثل اخر. هو زي مش هو هيقف في يوم الدينونه ويقول له تعالوا يا مبارك أبي، أو اذهبوا يا ملاعين، دي هيقولها المسيح لأنه له وحده الدينونة. لكن هذه النماذج هي تدين هؤلاء الذين تكاسلوا وتقاعصوا ولم يؤمنوا، ورغم أن هم كانوا في نفس الظروف. عشان كده المسيح قال أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض، فإذا أنتم بتنيروا بالنسبة للعالم، وأنتم أيضا ستدينوا العالم، لأنكم أنتم هتكونوا سبب تبكيت للعالم الذي رفض. أو زي مثلا افرض في أسر مثلا بتقول لا ده دلوقتي الطلاق بقى سهل جدا ومش عارف إيه، فتيجي واحد مثلا أسرة متماسكة واثنين مثلا عايشين مع بعض 50 سنة مثلا، فدي إدانة. يقول لك يا معقولة؟ أهو مثلا أهو، يبقى إذا ممكن. لا مش ممكن حد يقول بس انا ظروفي غير ظروفهم، يعني انا هفترض ان في نفس الظروف يعني عشان نقدر نقول كده. ما بتكلم على الظروف العامه اللي موجوده في المجتمع ككل، يعني دي الحاجات اللي بتواجه كل الناس زي بعض. يعني مثلا لما يجي واحد يقول ان لا مثلا موضوع الوصايا بتاعت الطلاق دي ما مش بتاعت الايام دي، طب ما في ناس عايشه بيها. أو واحد مثلا يتكلم على حياة العفة والطهارة دي مش بتاعة الأيام دي، طب لما يكون في شباب وبيعيشوا حياة العفة والطهارة وحتى يكرسوا نفسهم لحياة البتولية الكاملة، مش دي دينونة للشخص اللي بيقول إن لأ الزمن ده مش ممكن يتعاش فيه بالطريقة دي؟
تمام اكيد. يعني هو وقتنا خلص سيدنا، بس احنا على وعد ان مع نيافتك خلال فترة سمو الرسل لسه لينا كذا لقاء تانيين قبل ما نيافتك ترجع مصر بالسلامة، ونقدر نكمل فيهم بإذن ربنا بقية إن شاء موضوعنا. الله. بشكر نيافتك جدا يا سيدنا، كتر خيرك على الوقت ده، ونكمل بإذن ربنا اللقاءات اللي جاية. حابب انا بشكركم جدا على وجودكم معانا على مدار الساعتين اللي فاتوا. انتظرونا بإذن ربنا في لقاءات جاية ان شاء الله نكمل موضوعنا. نشكركم ونشوفكم بكل خير.